السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا ناخد اخر فيديو في السبيشال سينسز. انا عارف ان احنا متأخرين بس الفيديو سهل والله وكويس، فحاول تسمعه. معلش الاير سهلة جدا، بس مشكلتها ان الناس ما بتذكرهاش لانها بتكون في اخر شابتر السبيشال سينسز وبيهتموا بالاي وما بيذاكروش الاير. طبعا نسبة الاسئلة في الامتحان الاي بتبقى اكتر من الاير بكتير، التلتين والتلت تقريبا، يعني التلتين اي والتلت اير، بس في اسئله بتيجي على الاير. يعني الاير مش جزء ملغي، هو جزء سهل اصلا انك تذاكره يعني وتفهمه. اصعب حاجه في الاير ايه؟ الاستراكشر بتاعها، ان احنا ما بنفهمش الاستراكشر بتاعها. فعشان كده دي اول حاجه هنبدا بيها، ومن غير ما نبص في الكتاب يعني ركز كده معايا، بعد ما تخلص جزء الاستراكشر ده بقى بص في الكتاب، هتلاقي نفس الكلام اللي انا قلته موجود في الكتاب بالظبط. تمام؟ طيب بس ليه خليك معايا يعني ما تبصش في الكتاب دلوقتي؟ عشان بس الترتيب يعني بتاع الكلام وكده، عشان نقول الكلام كله مره واحده والفانكشنز بقى بعد كده وبتاع. ماشي؟ اول حاجه عندنا الاير، ودانك اهي بتكون عامله كده، تكون ايه شكلها مدور كده. تمام؟ هي اهي اللي انت شايفها دي اللي بره دي. تمام؟ اللي بره دي اسمها ايه؟ عارفين انها في الرسم يعني مش قد كده، بس هي بتكون عامله كده. تمام؟ طيب اللي بره دي اسمها ايه؟ اسمها اير بنا. اير بينا. اي حيوان حرفيا من غير تريقة، اي حيوان في الدنيا عنده ودانه لازم يكون فيها الاير بينا دي. ليه؟ فيزيكالي يعني، حاجة فيزيكس يعني، عشان تجمع اكبر كم من موجات الصوت. زي بالظبط طبق الدش عندك في البيت، طبق الدش بيكون على السطح بيكون شكله ايه؟ كونكيف كده فعلا، بشكله مش شبه ودانك بس بيكون شكله ايه؟ كده. ليه شكله عامل كده؟ عشان يجمع اكتر كم من الويف راديشن. نفس الموضوع بالظبط، الصوت عبارة عن ويف، فعشان ودانك تجمع اكبر كم من الويف راديشن بقى شكلها عامل كده كونكيف كده. حلو. بتتكون من ايه الاير بينا دي؟ بتتكون من كارتليج. اير بينا بتتكون من ايه؟ من كارتليج. الكارتليج ده هو زيه زي الكلام اللي في الهيستولوجي عادي خالص، ان هو افاسكولار. اي كارتليج في الدنيا انت عارف ان هو افاسكولار. يعني ايه افاسكولار؟ يعني ما وصلوش بلاد فيزل، هو بيتغذى باي ديفيوجن. حلو. طب ايه الحته دي؟ الحته اللي نازله من الاير بينا دي اللي هي الطريه دي اسمها لوبيول. لو جينا رسمناها هنا كده يعني حته نازله كده هنسميها ايه؟ هنسميها لوبيول. لوبيول. واللوبيول الحقيقه ملهاش اي لازمه غير انها زينه بجد والله، ربنا ميزنا بيه عشان يبقى شكلنا حلو، وان البنات تركب حلقه وبتاع. وفي الحته دي انت ممكن تسال سؤال، البنات لما بتروح للجواهرجي عشان يركبوا لها حلق وهم لسه اطفال صغنطتين خالص كده، الجواهرجي بيخرم الاير بينا دي، والاير بينا دي ما بتنزلش دم، نزل دم بسيط خالص يعني، ما بتنزلش دم كتير خالص. ليه؟ لانها جزء افاسكولار. بص افاسكولار دي مش معناها انها ميته، لا هي عايشه، جزء عايش عادي بس بياخد البلاد فيزلز او بياخد البلاد سبلاي بتاعه باي ديفيوجن من البلاد فيزلز. تمام كده؟ تمام. يبقى كده الاير بينا واللوبيول، خلاص الليبلز بالازرق، وجزء قلنا دي انها مكونه بايه؟ من الكارتلج. بعدين حضرتك بتحط ايدك جوه ودانك كده وبتلاقي ايه؟ ايدك بتخش جوه حاجه كده، الحاجه دي اسمها ايه؟ اسمها كانال عادي، قناه. القناه هنفترض انها طالعه كده اهي من الاير بن. خلاص دي ودن يمين ولا شمال؟ دي ودن شمال غالبا، مش عارف عشان ما لفتيش كتير يعني. المهم ان دي ايه؟ ان دي كانال. الكانال دي وظيفتها ايه؟ وظيفتها انها توصل كميه الويفز اللي اتكونت هنا او اللي اتجمعت هنا لجوه. هنفهم دلوقتي جوه ده فين يعني، بس وظيفتها انها تتكون لجوه. في جزء بيلخبطنا جدا، الجزء بتاع ان الكانال مقسومه نصين، نص كارتليجينس ونص ايه؟ بوني بارت. بس احنا بنتلخبط مين الكارتليجينس ومين البوني. بص يا عم الحاج بكل بساطه، انت الاير بينا دي كانت ايه؟ كارتليج. انت ماسكها اهو كارتليج. في فرق بين الكارتليج والبون ايه؟ ان عظم حضرتك ده اللي هو بتاع صباعك ده بون بتدوس عليه ناشف كده، لكن دي بتتني وتتفرد معاك، دي كارتليج. تمام؟ طيب فطبيعي انها لما تكمل لجوه اول حاجه تكمل بعديها تبقى ايه؟ تبقى كارتليج هي كمان. يبقى ده اللي بالازرق ثيرد اوتر، ثيرد اوف ايه؟ اوف كانال. القناه اسمها ايه؟ هقول لك على اسمها دلوقتي، اسمها كانال وخلاص. طب والانر؟ الانر تو ثيرد بيكون بوني، يبقى ده كارتليج زيه زي الاير بينا، وده ايه؟ وده بوني بقى.
خلاص انا دايما طول عمري بتلخبط فيها، مين الاوتر ومين الانر؟ يعني الكارتليج هو الاوتر ولا البوني هو اللي اوتر؟ بكل بساطه دي كارتليج، يبقى بتكمل على طول اللي بعديها على طول بتبقى كارتليج برضه. ليه اوتر ثيرد؟ لان لسه بنخش لجوه، احنا لسه بره اهو، دي حاجه انت شايفها، لسه في جوه حاجات انت مش شايفها، فمن بره لجوه كده اوتر، ثم انر 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 وهكذا. تمام، يبقى اوتر ثيرد بيكون كارتليج، والانر تو ثيرد بتكون بوني. الكنال اسمها ايه؟ اسمها اكسترنال، اكسترنال اوديتوري كانال، اكسترنال خارجيه، اوديتوري يعني السمع، كانال يبقى قناه السمع الخارجيه، او ممكن في ناس بتسميها اكسترنال اوديتوري ميتس، يعني بدل كلمه كانال دي بنسميها ميتس، وميتس معناها نفق او خندق، يعني حاجه انت فعلا بتخش بتدخل ايدك جوه كده، بتكون ايه؟ بتكون اكنك مدخل ايدك جوه تانل، جوه نفق يعني. ليه؟ لان في بون كده وبون هنا، فهي محشوره بين ايه؟ بين اتنين بونز، بغض النظر اسمهم ايه، ده ماستويد وده تريجويد وحاجات كده ايه غريبه ملناش دعوه بيها. المهم ان دي اسمها اكسترنال اوديتوري كانال، الاوتر ثيرد بتاعها بيكون كارتليج، والانر تو ثيرد بيكون بوني. في حاجه حلوه كده بتميز الكارتليج عن البوني، وكنا بناخدها في الاي ان تي، اي ان تي اي راوند الانف والاذن والحنجره. بيقول لك ايه؟ احنا كان عندنا في امتحان بيجي لنا اذبي بنشوف الامراض بنشخصها من الصوره يعني، فعشان نعرف المرض ده في الاوتر ثيرد ولا في الانر تو ثيرد، الصوره مش باينه انت داخل جوه قوي ولا داخل نص نص. كان بيقول لك حركه لطيفه قوي في الاي ان تي، بيقول لك والله لو انت شفت شعر، والله بجد لو انت شفت شعر يبقى ده اوتر ايه؟ اوتر ثيرد. لو شفت شعر يبقى اوتر ثيرد. ليه؟ لان الاوتر ثيرد اللي هو كارتليج ده فيه شعر، شعر كده اسمه ايه؟ هير فوليكلز. فعلا شعر، في ناس بيطلع لها شعر في ودنها، انت ما عندكش شعر في ودنك، انا ما عنديش شعر في ودني، بس انت مش شايفه، انت عندك شعر بس انت مش شايف، شعر خفيف قوي كده فيه هير فوليكلز اوريدي. لكن في ناس بيكون عندها الشعر ده كبير وبيطول، والحلاقين حرفيا بيحلقوا لهم والله من غير تريقه يعني، في ناس عندها شعر في ودنها، هينفع نتريق عليهم؟ لا، لان انت كمان عندك شعر، بس من نعمه ربنا عليك ان الشعر ده مش مطولش يعني. لكن كلنا ولاد وبنات عندنا هير فوليكلز في الاوتر ثيرد اوف اكسترنال اوديتوري كانال، تمام كده؟ في هير فوليكلز بتطلع شعر، بس الشعر ايه؟ خفيف كده انت مش شايفه، ولو شفته احلقه عادي يعني مش مشكله. في ايه تاني غير الشعر؟ في حاجه عاملة كده، اللي بالاحمر ده ايه؟ جلاندز، غدد يعني. الغدد دي بيقول لك موديفايد سويت جلاندز، موديفايد سويت جلاندز، يعني شبه الغدد العرقية بتاعت الجلد بس موديفايد شوية. ايه الموديفايد عنها؟ بص يا عم الحاج، انت ايدك لما بتيجي تعرق او وشك لما بيجي يعرق بيطلع عرق اسمه سويت، السويت ده بيكون عبارة عن مية وملح حرفيا، وشوية ويست برودكت يوريا مثلا، يوريك اسيد كده. لكن هنا السويت جلاندز بتاعت ودانك بتطلع ووكس، ووكس اللي هو ايه؟ شمع، بتطلع ايه؟ ووكس اللي هو شمع. كان في دكتور بيقول لك ايه؟ ودانك بتعرق شمع، ده بجد، هو مش بيهزر، ودانك بتعرق شمع. فهل الشمع حاجه فيسيولوجيكال ولا حاجه باثولوجيكال؟ حاجه فيسيولوجيكال جدا، طبيعي جدا ان اي حد يلاقي عنده شمع في ودنه، ده طبيعي، ده نورمال. مال المشكله فين؟ المشكله ان حضرتك بتروح مدخل البتاع اللي هي سلكه الودان دي جوه جوه ودانك عشان تطلع الشمع ده، فبتعمل ايه؟ بتزنقه جوه اصلا ما بتطلعوش. دي حاجه تاخدها في الاي ان تي، ان من اكبر المشاكل الصحيه في الاي ان تي ان حضرتك بتستخدم سلكه الودان دي، دي غلط، ده معتقد خاطئ، المفروض اصلا البتاع دي ما يبيعوهاش، يبطلوا يبيعوها. ليه؟ لان البتاعه دي بتدخل الشمع لجوه اصلا ما بتطلعوش، انت بتطلع شويه وبتدخل الباقي. ربنا خالق نظام حلو كده وجميل بيجي من جوه لبره، بيطلع الشمع ده اصلا لبره، بتلاقيه طالع كده عند ودانك، انت بس بتيجي بمنديل ولا حاجه وتروح مطلعه وخلاص. طب لو احنا اضطرينا ان احنا ننظف ودننا، خلاص بقى الشمع امباكتد جوه، اتسد جوه، روح الدكتور يا حبيبي نظف لك ودانك، لكن سلكت الودان دي ما تستخدمهاش. يبقى احنا استفدنا معلومتين عن الاوتر ثيرد بارت اوف ذا اكسترنال اوديتوري كانال، اول حاجه ان هو كارتليج، ثاني حاجه ان هو فيه هير فوليكلز اند حاجه موديفايد سويت جلاندز، موديفايد سويت، بس ما اسمهاش سويت جلاندز، اسمها ايه بقى؟ اسمها كيرومينس جلاندز، كيرومينس جلاندز دي بتطلع ايه؟ بتطلع شمع، الشمع ده مفيد اه زي الويست بالظبط، زي السويت يعني. السويت مفيد عشان هو بيطلع الحاجات الضاره الويست برودكت، ده الوكس برده مفيد عشان بيطلع الويست برودكت، وكمان بيكون في حاجات اميونايزنج يعني حاجات بتدي الودن مناعه ضد اي حاجه ايه؟ فورين بودي. خلاص؟ طيب الانر تو ثيرد ما فيهوش اي حاجه، نكتب عليه كده بكل قلب مطمن، نكتب ما فيهوش اي حاجه ولا شعر ولا ايه
ولا ووكس، ما فيهوش ولا شعر ولا ووكس. فطبيعي طبيعي ان الووكس ده ما يخشش جوه، يكون اخره في الكارتليجينس بارت اونلي. امال ايه اللي بيدخله جوه؟ ان احنا زي ما قلت لك بندخل السلاكه بتاعت الودان دي بندخلها جوه عشان نجيب الشمع، احنا بنزنق السمعة اصلا جوه ما بنطلعوش، فاهم الفكره؟ لكن ربنا حاطط سيستم ان من جوه لبره الشمع ده اصلا بينزل وزي ما قلت لك بيطلعه، تمام؟ طيب البوني بارت زي ما قلت لك ما فيهوش اي حاجه، طب ليه ربنا حاطط هير ووكس؟ زي ما قلت لك هو حاجه بروتكتيف. الهير ده زي يعني سببه ان زي الهير اللي موجود في المناخير، ان هو يعمل ترابنج لاي فورين بودي. لو في حاجه دخلت في المناخير فورين بودي بيحصل لها ترابنج في الهير. يعني ايه ترابنج؟ يعني تتحبس في الهير، ما بتخشش بسهوله، لان لو دخلت بسهوله سواء في المناخير او في الودان هتعمل مشكله. بس خلينا احنا في الودان دلوقتي. فالهير ده بيسد شويه ان لو حاجه غريبه دخلت ما تدخلش جوه قوي بسهوله. بس الموضوع الصراحه مش افكتيف قوي، لان زي ما قلت لك الشعر مش كتير ومش بنشوفه اصلا بعينينا، لكن هنا في مناخيرنا لا الشعر كتير الصراحه. طيب والووكس لازمته ايه؟ لازمته زي ما قلت لك ان هو بروتكشن اجينست حاجات فورين بس انفكشن، وبيكون في اميونايزيشن يعني في انتي بوديز. اميونايزيشن اللي هو الاميونيتي يعني تكتر، بلس ان هو بيعمل لابريكيشن عشان زي ما قلت لك الحاجه دي بتكون بره اكسترنال كارتلج، هي حاجه بره، فعشان يعمل لابريكيشن لاي حاجه غريبه تخش او حاجه، تمام؟ طيب البوني بارت لازمته ايه؟ زي ما قلت لك ما فيهوش اي حاجه. طيب ما فيهوش حاجه يعني ولا ووكس ولا ايه ولا هير. بعدين بقى ايه اللي بيحصل؟ بعدين بنلاقي بتاع دي كميه كده الممبرين، ممبرين سادد المكان ده، تمام كده؟ الممبرين ده اسمه تمبانيك ممبرين. تمبانيك ممبرين بالعربي معناه ايه؟ معناها طبله الودن. هو دي هي دي طبله الودن بقى فعلا، اسمها ايه بالازرق؟ تمبانيك ممبرين، اللي هو ايه؟ طبله الودن. طيب التمبانيك ممبرين ده المسافه بينه وبين الاير بينا ده قد ايه؟ مكتوب لك في الكتاب 25 ملي متر، يعني 2 سنتي ونص. 2 سنتي ونص ده حاجه صغيره جدا، يعني عارف صباعي ده اصلا صباعي كله على بعضه ده 8 سنتي. ف 2 سنتي ونص ده يعني مثلا 2 4 6 ولا حتى ده 2 سنتي ونص، يعني فاهم؟ هي حاجه صغيره جدا. انت اصلا لما بتدخل كده انت لما بتدخل صباعك جوه ودانك انت ما بتخشش على فكره في الاكسترنال اوديتوري كانال، انت يا دوب بتكون في اولها كده. لكن لو دخلت انت هتوصل بسرعه جدا للتمبانيك ميمبرين. اكبر دليل على كده ايه؟ ان في ناس بتخرم ودنها، بتخرمه بايه؟ بمسمار، والله لازم يجيبوا مسمار بس كده 3 سم يدخلوا كده المسمار رفيع، صباعك مش رفيع مش عارف يخش، لو جبت سمار رفيع ده هيخش شويه، بس برضه المسمار رفيع هيخش. المسمار ده لو طوله 3 سم هيخرم طبله الودن على طول، حلو كده؟ حلو. كل اللي احنا قلناه ده هو عباره عن الاكسترنال اير. بالراحه كده الاكسترنال اير بتتكون من ايه؟ من الاير بن زائد الاكسترنال اوديتوري كانال اللي هي بتتكون من جزئين تلتين اوتر كارتليجنس، سوري تلت اوتر كارتليجنس وتلتين انر بوني، ثم التمبانيك ميمبرين. لحد كده لحد التمبانيك ميمبرين دي اسمها ايه؟ دي اسمها اكسترنال اير. خلاص فهمنا الفانكشن بتاعت كل حاجه ما عدا ايه؟ التمبانيك ميمبرين. التمبانيك ميمبرين ايه الفانكشن بتاعته؟ ان هو ميمبرين الاستيك يعني مرن، اول ما الساوند ويف تجي له يتهز، تمام كده؟ بس هو بيعمل فايبريشن، خلاص؟ طيب بعدين بقى التمبانيك ميمبرين ده بعديه بيكون فيه ايه؟ بعديه بيكون فيه اوسيكلز. اوسيكلز عباره عن عظم. العظم ده وظيفته ايه؟ هقول لك عليه، بس تعالى نتعرف على العظم الاول. هم ثلاث عظمات، انا مش عارف ارسمهم الحقيقه عشان ما نقعدش نفتي يعني. مش عارف ارسمهم لان صعب جدا. هنفترض ان في عظمه كده، لا احنا بنرسم بالاسود ماشي. هنفترض ان في عظمه كده اهي كده، عظمه اهي وبعدين عظمه كده وبعدين عظمه كده، خلاص كده ثلاث عظمات. الثلاث عظمات دول اسمهم ايه؟ واحده اسمها ميليس والثانيه اسمها انكس والثالثه اسمها ستيبس. ام اي اس عشان نحفظ ايه اسميهم، ام اي اس عشان دايما بتلخبط مين الاول ومين بعد كده. مس احفظها كده، مس ميليس انكس ستيبس. انت لو حفظتها كده خلاص، لو قلت لك مين اللي اتاتشد للتمبانيك ميمبرين هتقول لي الميليس، الهندل ولا الفود بتاعت الميليس، الكلام ده يعني اناتومي مش عليك قوي بس الهندل، تمام كده؟ ثم الفود بتاعت الميليس هنا، ثم الهندل بتاعت الانكس، ثم الفود بتاعت الانكس، ثم الهندل بتاعت الستيبس، ثم الفود بتاعت الستيبس. اي عظمه فيهم ليها هندل وفود، الهندل هي البدايه والفود هي النهايه. ميليس انكس ستيبس،
وقبلهم تمبانيك ممبرين. يبقى التمبانيك ممبرين ماسك في مين؟ في الهاندل اوف ذا ميليس. طيب الهاندل اوف ميليس خلص. طب الفوت اوف ميليس ماسكه في مين؟ في الهاندل اوف انكس. طب الفوت اوف انكس ماسكه في مين؟ في الهاندل اوف ستيبس. طب الفوت اوف ستيبس ماسكه في مين؟ هقول لك دلوقتي. بس نعرف بس وظيفه الثلاث عضمات دول ايه؟ اولا اسمهم ايه؟ اسمهم اوسيكلز. اسمهم ايه؟ اوسيكلز. الثلاث عضمات اسمهم اوسيكلز، هم عظم فعلا، دول فعلا عظم مش كارتلج. لازمتهم ايه بقى؟ لازمتهم يا سيدي الفاضل ان التمبانيك ممبرين ده لما يحصل له فايبريشن هم كمان يحصل لهم فايبريشن بنفس القوه بتاعت التمبانيك ممبرين. مهمه جدا الحته دي، بنفس القوه بتاعت التمبانيك ممبرين. لو جيت سالتك قول لي ايه الفانكشن بتاعت التمبانيك ممبرين، هتقول لي فايبريشن وين ذا ويفز او وين ذا ساوند ويفز هيت ات ات، يعني لما الساوند ويفز تخبطه هو يتحرك. وحاجه مهمه جدا في التمبانيك ممبرين ان هو بيتحرك بنفس القوه بتاعت الساوند ويفز بالظبط. يعني لو دخل له مثلا 20 ويفز هيتحرك حركات على قد ال 20 ويفز دي بالظبط، ولا بيكبر الويفز ولا بيصغرها. دي حاجه مهمه جدا في التمبانيك ممبرين. بس مش عاوز اقول عن التمبانيك ممبرين اي حاجه تانية اكتر من كده. كده التمبانيك ممبرين خلص، هو رفيع والاستيك عشان يتحرك. الفانكشن بتاعته ان هو بيفايبريت ات ذا ساوند ويف. المسافه بينه وبين الاير بن 2 سم ونص او 25 ملي متر. خلاص كده تمام. بعدين الميليس والانكس والاستيبس لازمتهم ايه بقى؟ يتهزوا هما كمان بعد التمبانيك ممبرين. طب ليه يا عم الحاج بتتهز؟ بص يا سيدي، نفهم بقى تكمله الرسم. الاستيبس دي بعد كده بتروح فين؟ بتروح لحاجه اسمها اوفال ويندو. هو شباك كده، شباك فعلا شكله ايه؟ شكله اوفال. اوفال اللي هو بيضاوي، يعني بيضه مش راوند. ده عشان لسه في راوند. اوفال ويندو. لحد الاوفال ويندو ده كده، تعال نسميه اوفال ويندو. لحد الاوفال ويندو كده اللي هو الميليس والانكس والاستيبس وبدايه الاوفال ويندو دي كده الميدل اير، الاذن الوسطى. الله الله عليك. ميدل اير. الميدل اير دي هي الاذن الوسطى. يبقى في اكسترنال اير وميدل اير، يبقى اكيد في انر اير الاذن الداخليه. يبقى تاني الاكسترنال اير بتتكون من ايه؟ من اير بينا وفيها لوبيول مش مهم، ثم اكسترنال اوديتوري كانال، اوتر ثيرد بيكون كارتلج، انر تو ثيرد بيكون بوني. اللي بيفرق الكارتلج على البوني ان في هير فوليكلز وكريمينس جلانز بتطلع واكس. وقلنا الفانكشنز بتاعتها خلاص. لو قال لك قول ايه الفانكشن بتاعت الاكسترنال اوديتوري كانال، لازمتها انها ترانسميت الساوند ويفز فروم الاير بينا تو ذا تمبانيك ميمبرين، تنقل بس الويفز يعني. طب لو سالك عن الكارتليجينس بارت بس، قول له ان هو بينقل الويف بلس، قول له الفانكشنز بتاعت الهير فوليكلز والفانكشنز بتاعت الكريمينس جلانس انها بتطلع واكس، ولازمه الواكس ايه. ثم التمبانيك ممبرين، تمبانيك ممبرين ثين الاستيك بيتهز مع الساوند ويفز بنفس القوه بالظبط، والحته دي مهمه انها بتتهز بنفس القوه بالظبط ولا اكتر ولا اقل، وان هو بينقل الساوند ويفز اللي بعد كده. تمام. اللي بعد كده مين؟ ميليس انكس ستيبس. براحه بقى كده. هم ثلاث عظمات، الثلاث عظمات دول وظيفتهم انهم ينقلوا الساوند ويفز. اول ما التمبانيك ممبرين يتهز ايه العظم برضه يتهز. طب ليه يا رب ما عملتش تمبانيك ممبرين لازق في الاوفال ويندو على طول او في الانر اير على طول؟ قال لك ايه بقى؟ قال لك ان انا كتمبانيك ممبرين بنقل الصوت بنفس القوه بالظبط ولا اكتر ولا اقل. حلو كده؟ لما باجي اخش بعد كده بعد الاوفال ويندو بخش على انر اير. الانر اير دي فيها ميه وفيها ريزيستنس بنت لذينه. الميه بتعمل ريزيستنس، مقاومه، مقاومه للساوند ويفز. لو تفتكر كنا بناخد في ساينس رابعه ابتدائي ان الفيلوسيتي اوف ذا ساوند سرعه انتقال الصوت في الهواء غير سرعه انتقال الصوت في الميه. كان مين اكتر؟ سرعه انتقال الصوت في الهواء طبعا اكتر. ليه؟ لان الهواء عباره عن ميديم ما فيهوش ريزيستنس او ما فيهوش بارتكلز تحك فيها، فالصوت بيتنقل بسرعه. لكن في الميه لا، الصوت بيواجه ريزيستنس بنت لذينه فبيتنقل ببطء جدا. فبعد كده لما نخش على الانر اير هنلاقي في ميه ولبش، فما ينفعش نخش على الميه بنفس القوه. يعني انا مثلا هقول لك يونت، مش مهم اليونت يعني، بس هنفترض ان انا ايه؟ ان انا داخل مثلا ب 20 ويف مثلا، هنفترض ان انا داخل ب 20 ويف، نقلتها على التمبانيك ممبرين 20 ويف برضه. لو دخلت على الاوفال ويندو او الانر اير وانا لسه 20 ويف زي ما انا 20 اهو، لو انا داخل 20 ويف زي ما انا، هخرج من الانر اير يعني اللي هيوصل لي سمع بقى واحد مثلا، واحد ويف حرفيا اللي هيوصل لي ايه؟ واحد ويف مثلا ولا حاجه. فانا مش عاوز كده، انا عاوز يدخل لي 20 ويف يخرج لي في الاخر 20 ويف. فنظرا ان انا عارف ان في ريزيستنس هتواجهني في الانر اير، فلازم في الاول اعوض الريزيستنس دي. يعني ايه اعوض الريزيستنس دي؟ اكبر الصوت،
اكبر الصوت قبل ما اخش على الريزيستنس. ليه؟ عشان لما اخش على الريزيستنس وانا كبير هقل مع الريزيستنس، اوصل في الاخر للنورمال. الحته دي مهمه جدا. تاني، التمبانيك ميمبرين بيكبر حاجه؟ لا، ما بيكبرش حاجه. خد 20 نقل 20 ويف بالظبط، بغض النظر عن اليونتس وان الكلام مش دقيق، بس يعني افترض معايا خد 20 نقل 20 بالظبط. بعدين ربنا حط ميليس انكس ستيبس. ليه يا رب؟ عشان اكبر الصوت. ال 20 دول ما ينفعش يدخلوا على الانر اير 20. ليه؟ الانر اير مالها؟ بتخوف؟ اه بتخوف، فيها ميه والميه فيها ريزيستنس. ال 20 لو دخلوا على الميه هيخرجوا واحد ويف بس، انا مش عاوز كده. انا عاوز ال 20 يخرجوا من الميليس والانكس والستيبس مثلا 40، فلما يدخلوا على الاوفال ويندو 40 يخرجوا لي مثلا 20. فاهم الفكره؟ بس طبعا غلط. لو 20 لواحد وعاوز في الاخر ارجعها تاني ل 20، يبقى اعمل ايه؟ اضرب 20 في 20. فاهم؟ يعني ادخل الاوفال ويندو 400 يخرجوا لي 20. طالما انا بقلل ل 20 ضعف، يبقى انا ايه؟ ازود 20 ضعف. فاهم الفكره؟ مثلا يعني ده مثلا. فالميلس والانكس والستيبس وظيفتهم كده انهم يكبروا الصوت، اسمه ماجنيفيكيشن اوف ذا ساوند ويف. وفي سؤال اتسالنا في الاي ان تي، السؤال ده حلو جدا وما كانش حد بيفهمه لنا يعني في الفسيولوجي. هل التكبير الماجنيفيكيشن اللي الميليس والانكس والستيبس اسمهم اوسيكلز، هم ثلاثه اسمهم اوسيكلز، فنقول اوسيكلز نريح نفسنا. هل التكبير اللي الاوسيكلز بتعمله، التكبير ده حقيقي ريل ماجنيفيكيشن ولا فيزيكال ماجنيفيكيشن؟ يعني ايه الكلام ده؟ يعني فعلا انا خدت 20 ويف خلصت الاوسيكل بقى 400 ويف فعلا؟ هل ده صحيح فعلا؟ ده اللي حصل يعني؟ هل هم عملوا كده؟ قال لك لا، غلط جدا انك تكون معتقد كده. الفكره كلها فين؟ الفكره كلها ان انا كبرت تكبير فيزيكال. يعني ايه كبرت تكبير فيزيكال؟ التمبانيك ممبرين حاجه كبيره كده، حاجه تقريبا 8 مللي في 10 مللي تقريبا، يعني الكلام ده مش عليكم بس علينا في الاي ان تي، غالبا 8 مللي في 10 مللي، بس ده يعتبر كبير يعني. ال 8 مللي ل 10 مللي دول متوزع عليهم، يعني لو هنفترض هنا ان دول ايه كده 8 مللي في 10 مللي او العكس، دول متوزع عليهم الصوت بايكوال ديستريبيوشن. فالصوت لما يكون متوزع على حاجه كبيره زي كده، انا ممكن اكبره ازاي؟ ان انا انقله على حاجه صغيره. يعني الصوت لو منقول على حاجه كبيره كده 8 مللي ل 10 مللي وهو نفس الصوت بالظبط، خدته نقلته على حاجه صغيره اصغر من ال 8 مللي في 10 مللي دول جامد، هيحصل كونسنتريشن اوف ذا ويفز، هيحصل تركيز للويفز في الحته الصغيره دي، فيحصل حاجه اسمها ماجنيفيكيشن فيزيكالي وليس ريل. ده اللي حصل بالظبط، ان المليا ان التمبانيك ميمبرين حجمه تقريبا من 8 ل 10 مللي، نقلته للميليس ومن الميليس للانكس ومن الانكس للستيبس. انا بعمل ايه؟ انا بصغر الحجم، قاعد بنقل نفس ال 20 ويف على الميليس، والميليس اصغر من التمبانيك ميمبرين. وبعدين ال 20 ويف دي كانت على الميليس اتنقلت على الانكس، والانكس اصغر من الميليس، وبعدين من الانكس اتنقلت للستيبس، والستيبس اصغر من الانكس، ثم اتنقلت على الاوفال ويندو، والاوفال ويندو اصغر من التمبانيك ميمبرين 20 مره. فنفس ال 20 ويف دول خرجوا لي هنا 20 ويف كفريكونسي بالظبط، هم نفس ال 20 ويف، انا ما كبرتهمش، ما زودتهمش، ما حولتهمش ل 400 ويف، لا، انا عملت ايه؟ ركزت ال 20 ويف على اريا صغير، فدخلوا لي ايه؟ ماجنيفايد، دخلوا لي مركزين وكونسنتريتد، فاكني كنت مدخل 10 بني ادمين في اوضه كبيره جدا، وبعدين من الاوضه الكبيره دي نقلتهم على باب صغير قد كده. فبيعملوا ايه في الباب؟ بيتحشروا كلهم في الباب، يخرجوا مره واحده كده في الباب لهم بيتحشروا في الباب. فده اسمه ماجنيفيكيشن فيزيكالي وليس ريل. مهمه جدا البوينت دي. يبقى ايه لازمه الميليس والانكس والستيبس اللي هم الاوسيكل دول؟ اسمهم ليفر سيستم. ليفر يعني ايه؟ روافع، يعني فوت، سوري، هاندل فوت، هاندل فوت، هاندل فوت، حاجه بترفع. يعني بصوا شكلهم في الاناتومي ان اكن واحده بترفع الثانيه، مش مهم الجمله دي، المهم ان هم بيعملوا ماجنيفيكيشن للساوند ويفز فروم تمبانيك ممبرين تو ذا اوفال ويندو. مهم الكلام ده؟ مهم جدا. ونظر ان هم بونز، فاللي بينهم ده بيكون ايه؟ بيكون جوينتس. الجوينتس بتتحرك بس حركه بسيطه قوي. الحركه دي او الجوينتس دي اسمهم ايه؟ ساينوفيال جوينتس. وانت عارف من الاناتومي بتاع سنه اولى ان احنا لما بنكون عاوزين نحرك حاجه حركه بسيطه شويه بنعمل الساينوفيال جوينت ده. تمام. مش عاوزك تعرف اي حاجه عن الميليس والانكس والستيبس غير اللي انا قلته ده، ان الميليس بتكون لازقه في التمبانيك ممبرين والستيبس بتكون لازقه في الاوفال ويندو. قلت لك تحفظهم ازاي؟ مس من التمبانيك ممبرين كده الاوفال ويندو مس. اوكي كده؟ اوكي. في بقى اتنين ماسلز موجودين، احنا لسه في الميدل اير، في اتنين ماسلز موجودين في الميدل اير، واحده اسمها ستابيديوس، ومن اسمها كده ستابيديوس يبقى تمسك في الاستيبس، واحده اسمها تنسور تمباناي، والتنسور تمباناي هتمسك في الميليس. عاوز افهمك حاجه،
هنرسم عضلة هنا كده وهمية، أنا ما بعرفش أرسم، في عضلة هنا كده وعضلة هنا كده. العضلة اللي ماسكة في الاستيبس اسمها إيه؟ ستابيديس. والعضلة اللي ماسكة في الميليس اسمها إيه؟ تنسور تمباناي. بص يا سيدي، الفكرة كلها فين؟ الفكرة إن لو حصل نويز يعني دوشة، واتنقل لك ساوند ويفز كتيرة جدا جدا، هتيجي على التمبانيك ميمبرين تتنقل زي ما هي. قلت لك بيخش 20 يخرج 20 من التمبانيك ميمبرين، التمبانيك ميمبرين ولا بيصغر ولا بيكبر. بس أنا خايف على مين؟ على الكوكليار نيرف اللي هو بعد كده في الانر اير، يعني اللي هو العصب الثامن بتاع السمع نفسه. انا خايف عليه يبوظ من كتر الاهتزاز بتاعه او من كتر الفريكونسي بتاعته، خايف عليه لا يبوظ، وخايف على الاوفال ويندو ده برضه. فانا اعمل ايه؟ ما ينفعش انقل كل الويفز دي بنفس البتاع كده للاوفال ويندو. فانا هنا بعمل ماجنيفيكيشن. قلت لك ان ميليس انك ستيبس بتعمل ماجنيفيكيشن فيزيكالي وليس ريل، يعني انا بعمل بنقل نفس ال 20 ويف، بس الفكره بعمل ايه في ال 20 ويف؟ بدخلهم بس كونسنتريتد على مساحه اصغر، فلما يخش كونسنتريتد على مساحه اصغر كانهم بيخش بوش اكتر، بيقاوم الريزيستنس. حلو كده؟ حلو. لو حصل نويز، لو حصل دوشه، فلازم الفريكونسي تقل شويه. ال 20 ويف دول لازم يقلوا شويه، مش هيكونوا 20، هيكونوا 200 ويف ولا حاجه، لازم يقلوا شويه، ما ينفعش يخشوا كده على الكوكليار نيرف. فبنعمل ايه؟ ربنا حط عضلتين، عضله هنا لازقه في الميليس وسميناها تنسور تمباناي، واحده سميناها ستابيديس. بتعمل ايه؟ اول ما يكون في دوشه ونلاقي الميليس والستيبس بيتهزوا جامد قوي، بيتهزوا جامد بقى من كتر الويفز اللي داخله، العضله دي تروح شد عليهم كده، تروح موقفاهم شويه، مش بتوقفهم يعني تعمل لهم ستوب، بس بتقلل الاهتزاز بتاعهم. فلازمته ايه؟ ان هو انتي نويز، ربنا حاطط العضلتين دول انتي نويز عشان يحمي الاوفال ويند والكوكليار نيرف من الدامج ديو تو نويز. لان لو دخل لنا دوشه بفريكونسي عاليه قوي ونقلناها زي ما هي بالظبط، بعدت بنفس البروسيس الطبيعيه، الكوكليار نيرف لو اتعود على كده هيبوظ. فربنا حط لك العضلتين دول عشان لما يكون في دوشه يمنع الايه؟ الميليس والستيبس ان هم يتهزوا. فالستابيديس ماسكه في الستيبس، والتنسور تمبوناي ماسكه في الميليس. في حاجه كمان، ستابيديس مين اللي بيغذيها؟ العصب السابع. يبقى ستيبس ستابيديس سابع، والله ما بهزر، احفظها كده، ستابيديس ستيبس سابع. انا قلت لك انها في اناتومي سنه ثانيه، ده كنت ضايع. فحفظت الجملتين دول، ستابيديس ستيبس ماسكه في الستيبس بيغذيها العصب السابع اللي هو الفيشيال. طيب والميليس ماسك فيها مين؟ تنسور تمبوناي. مين اللي بيغذي تنسور تمبوناي؟ تراي جيمينال. تنسور تمبوناي بيغذيها تراي جيمينال، اهو تنسور تمبوناي تراي جيمينال. خلاص كده الكلام حلو، خلاص نسمي الاسامي دي. ها ستابيديس اهي اللي بالاحمر دي ستابيديس، ودي مين؟ تنسور تمبوناي. لو سالك ايه الفانكشن بتاعه الستابيديس والتنسور تمبوناي، قول له بتعمل بولينج. لو قال لك الستابيديس بس، قول له بتعمل بولينج للستيبس، والتنسور تمبوناي بتعمل بولينج او ستوبينج للميليس. ليه؟ عشان يقللوا الفايبريشن بتاعهم في وقت النويز. خد بالك ان هو وقت النويز بس، يعني ما ينفعش يشتغلوا في الطبيعي. الطبيعي ما ينفعش هم يشتغلوا، الاثنين العضلتين دول ما بيشتغلوش. ليه؟ واحد بيهمس في ودنك، هوقف الميليس والستيبس ليه؟ ده يا دوب انا عاوز اسمعه بالعافيه. طب لو واحد بيزعق، انت بقى في فرح وفي صب جنبك ولا حاجه، ودنك هتتخرم حرفيا. في ناس ودانها بتتخرم فعلا، اسمها اوديو تروما. ان الناس ودانها بتتخرم من كتر الصوت ده، بجد والله بتحصل. فعشان ده ما يحصلش، يعني الميليس والستيبس بايه؟ بيشدوا على بيتشد عليهم من الاستابيديس والتنسور تمبوناي. تمام كده؟ تمام كده خلصنا الميدل اير. لا باقي حاجه، ده حاجه في الميدل اير ممكن كده خلصناها عشان نخش على الانر اير. الميدل اير فيها حاجه اسمها اوستيكيان تيوب، مهمه جدا الاوستيكيان تيوب دي، عاوز اكتبها لحد هنا وهنمسح السبوره وبعدين نخش في الانر اير. اوستيكيان تيوب. الاوستيكيان تيوب هي اسمها قناه اوستيكياس. اوستيكياس ده عالم، يعني اوستيكيان ده عالم. قناه اوستيكياس، قناه اوستيكياس دي مهمه جدا 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 من هنا للسنه الجايه، مهمه جدا 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 في حياتك وفي الفسيولوجي وفي الاي ان تي وفي كل حاجه. اوستيكيان تيوب هي قناه بتوصل بين الميدل اير وبين النيزو فارينكس. الله الله. بص يا سيدي، انا مش عارف اوصف لك قوي دلوقتي، بس تخيل ان احنا خدنا، انت خدت الميديال او ساجيتال سيكشن في الاناتومي. لما بتيجي تاخد ساجيتال سيكشن في الاناتومي بتاخد وبتلاقي النوز وراها تحتيها، يعني على طول الماوس بينزل على الفارينكس وبتلاقي ايه؟ في نيزو فارينكس. تعال نرسمها لك، انا صغير نرسمها ونجرب نرسم، بس انا مش عاوز امسح السبوره دي. طيب تخيل معايا كده ان ايه؟ ان ده النوز وده البق، وبعدين انا مش عارف ارسم، بس ماشي. وبعدين البق اهو كده،
وبعدين الراجل بقى ايه، بص ده النوز وده الماوس، وبعدين ده في هارد بلت هنا، الهارد بلت بيفصل بين النيزل كافيتي وبين الاورال كافيتي، بس في الاخر انا يعني احنا الاثنين سواء نوز او اورال بننزل على حاجة واحدة، اللي هو مين؟ اللي هو الفارينكس. اهو احنا الاثنين بنتقابل هنا، تمام كده؟ فالفارينكس ده هو نقطة الالتقاء بين الريسبيراتوري سيستم وبين الجي اي تي، اللي هو بين النوز والماوس، احنا الاثنين بنصب في نفس الحاجة، اوكي؟ فهنا عند النيزو فارينكس، اسمه نيزو فارينكس ليه؟ لانه ناحية النوز شوية، عند النيزو فارينكس بيكون في حاجة اسمها اوستيكيان تيوب، وراهم كده ورا يعني النوز اهي، ماوس اهي، وراهم الاير، فوراهم كده في الاير، ففي تيوب كده موصله الاير، الميدل اير بايه؟ بالنيزو فارينكس ده، مفتوحين كده على بعض، عشان كده بتاع اسمه اي ان تي، اير اير نوز ثروت، ثروت ده اللي هو الفارينكس، قصدهم على الفارينكس فعلا، القسم متخصص في ثلاث حاجات مع بعض، لان اي مرض في واحد بيأثر على الثاني، ده بجد والله. طيب فدي الاوستيكيان تيوب اهي، الاوستيكيان تيوب اهي واصله الاير بالنيزو فارنكس اللي هو المكان ده، ايه النيزو فارنكس ده؟ اللي هو اللي بيوصل بين النوز والماوس. لازمتها ايه بقى؟ بص يا سيدي، التمبانيك ميمبرين بيجي له هوا او بيجي له ويفز من بره، وفي حاجات بتضغط عليه من جوه، ايه الحاجات اللي بتضغط عليه دي؟ الحاجات بتاعت الميدل اير، الميدل اير ده كافيتي، انا عارف ان هي اوضه، الاوضه دي فيها ميلياس انكس ستيبس وفيها حاجات تانية كنت خدتها في الاناتومي، في رسمه كده في الاناتومي تقعد تحفظها، بتلاقي الفيشال نيرف معدي كده، تلاقي الجاجولار فين معدي لك من تحت، وفي تيومرز والكلام ده كله. اي التهاب، بص البتاع لحد هنا كده، الميدل اير لحد هنا، لحد الاوفال ويندو، الاوفال ويندو يعني بدايه الانر اير، امسحه. ها يلا نمسحه، ونمسح الخط الاخضر خالص، معلش. حلو كده. بص يا سيدي، اي التهاب او اي مرض او اي حاجه جوه هنا في الميدل اير هتعمل ايه؟ هتضغط على التمبانيك ممبرين من جوه، تضغط على التمبانيك ممبرين من جوه، يعني ايه؟ يعني تزق التمبانيك ممبرين من جوه لبره. فانت كواحد دكتور بتشوف الودن من بره، تلاقي بلجنج، تلاقي التمبانيك ممبرين اللي هي الطبله من بره كده بلجنج، بلجنج ليه؟ عشان من جوه ضاغط عليا، من جوه لبره بقى بلجنج طالع، يعني اهو انا التمبانيك من بره اهو، في حاجه جوه بتزقني، فهعمل ايه؟ هكون بلجنج لبره كده، بلجنج يعني طالع لبره. فعشان ده ما يحصلش، عشان لو في التهاب او حاجه ما تزقش التمبانيك ممبرين من جوه وتعمل البلجنج ده، ربنا عامل الاوستيكيان تيوب. الاوستيكيان تيوب وظيفتها انها موجوده جوه الانر اير، جوه سوري الميدل اير كده، موجوده هنا كده الاوستيكيان تيوب، وظيفتها انها اي التهاب او اي حاجه زياده ممكن تضايق التمبانيك ممبرين من جوه، اروح مسربها وموديها على النيزو فارنكس، فالحاجه تنزل كده، تنزل كده، تنزل كده فين؟ على الفارنكس اللي هو الجي اي تي، يعني تبلعها، او تنزل كده لبره وتخرج عن طريق الماوس. ده بجد والله مش بهزر، دي حاجه كويسه طبعا، دي حاجه كويسه جدا. هقول لكم دلوقتي كويسه فين. تعرفين يا جماعه انا عندي مشكله في ايه؟ لما انا كنت عيان كده، فضلت عيان كتير يعني. بص يا جماعه، انا عندي حساسيه، الحساسيه دي عباره عن مناخيري فيها حساسيه، يعني مناخيري فيها التهاب. فالالتهاب ده بيعمل ايه؟ بيكون في المناخير، يفضل يرجع 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 لحد ما يجي هنا، يجي هنا فين؟ عند النيزو فارنكس. لما يجي عند النيزو فارنكس يعمل ايه؟ قدامه حاجه من الاثنين، يا اما يطلع كده عن طريق الماوس، يا اما ينزل كده للبط، او يطلع كده على الاوستيكيان تيوب. فهو بيعمل ايه؟ عندي يعني بيسد الاوستيكيان تيوب، بيسدها فعلا، بيسد الاوستيكيان تيوب. فلما يسد الاوستيكيان تيوب ايه اللي يحصل؟ ان لو اي التهاب حصل هنا في الميدل اير مش هيعرف يخرج عن طريق الفارنكس، فبالتالي ايه اللي يحصل؟ اللي يحصل ان انا الميدل اير تكون تعبان، لو الميدل اير تعبان هتضغط على الانر اير، وهنعرف ان الانر اير كنا خدنا في الهاير برين فانكشن انها مسؤول عن التوازن، فانا بدوخ. فهمت كده؟ فعشان كده بعي بدوخ، افضل نايم في السرير كتير يعني. فالمشكله فين؟ في الاوستيكيان تيوب، انها تسدد. الاوستيكيان تيوب دي مهمه؟ اه طبعا. او وظيفتها ايه بقى؟ نقول الكلام العلمي اللي بيتقال يعني، ايكوالايز ذا بريشر اون ذا بوث سايدز اوف ذا تمبانيك ممبرين. تمبانيك ممبرين اهو، بره بره في الاوديتوري كانال والاير بن، وجوه في الميدل اير. بره البريشر اللي انا بتعرض له بيكون عن طريق الويفز، الساوند ويفز والاير وكده، ومن جوه البريشر اللي انا بتعرض له اي انفلاميشن او اي فلويد زياده او اي حاجه. يعني الموضوع لما يتطور معاكم شويه في الاي ان تي هتعرف ان ممكن المخ ينزل سي اس اف ولا حاجه على التمبانيك ممبرين، على الميدل اير يعني، ويخش على التمبانيك ممبرين، دي مشكله، ويخرم التمبانيك ممبرين وموال يعني. فاي حاجه زياده
المفروض ان الاستيكين تيوب تنزلها على ايه؟ على الفارنكس او تطلعها عن طريق البق. طيب ده كلينيكال، يعني ان لو حد عنده استيكين تيوب مقفوله، ودي بتحصل في ادوار البرد، اي حد عنده دور برد او حاجه بيحصل نفس اللي بيحصل معايا في الحساسيه، بس عندي حساسيه فهي بتيجي في المواسم يعني. اي حد عنده دور برد او حاجه بتلاقيه دايخ، دايخ ليه حضرته؟ بغض النظر ان الفيروس نفسه اللي هو الانفلونزا فيروس نفسه بيدوخ وكده، موضوع الاستيكن تيوب ده مهم جدا. الاستيكن تيوب ما بتعرفش تفضي الانفلاميشن او الالتهاب اللي حاصل، فبتتسد. لما تتسد هتضغط على الانر اير، ولو ضغط على الانر اير حضرتك هتبدا تدوخ. لو الموضوع تطور شويه ممكن تدوخ جامد قوي، يجيلك فيرتايجو. في فرق بين الديزنس والفيرتايجو. اوكي طيب، حاجه تانية، كلام بقى تاني بيحصل يعني مهم جدا، هو موضوع الطياره. واحنا طالعين، واحنا راكبين الطياره، واحنا طالعين، كل ما بنطلع لفوق كل ما الضغط بيقل، كل ما الضغط ايه؟ الضغط الجوي يقل. فتخيل معايا كده، انا كتمبانيك ميمبرين من بره، مين اللي جاي لي؟ الاير والساوند ويفز. فالضغط لما يقل من بره على التمبانيك ميمبرين، الضغط جوه يكون زايد، فالضغط جوه لما يزيد يعمل ايه؟ يعمل بلجنج للتمبانيك ميمبرين. عشان ده ما يحصلش، وعشان ده ممكن يخرم فعلا طبلة الودن، نعمل تمبانيك ميمبرين بيرفوريشن، يعني طبلة الودن فعلا تتخرم. الاستيكين تيوب بتعمل ايه؟ الاستيكين تيوب بتفضي الضغط اللي من جوه ده، وبتطلعه عن طريق ايه؟ عن طريق الاورال كافيتي. فعشان كده بيقول لك كل لبانه، اللبانه دي لما بتكون تندق كده بتفتح الاستيكين تيوب، فلما تفتح الاستيكين تيوب بتفضي الضغط اللي جوه تمبانيك ميمبرين، تطلعه عن طريق ماوث، انك بتطلع بتتنفس يعني كتير وكده. اوكي طيب، ده وانت طالع الضغط بره بيقل وجوه بيزيد. طب وانت نازل العكس بقى اللي بيحصل، وانت نازل الضغط جوه بيزيد، سوري الضغط بره بيزيد. فلما الضغط بره يزيد ايه اللي يحصل؟ بتضغط على التمبانيك ميمبرين وتدخله لجوه. فعشان ده ما يحصلش انا بعمل ايه؟ بزود الضغط من جوه. يعني انت لو انت بتدخله لي، يعني انت الضغط زايد بره، بره الاستيكين تيوب، بره سوري التمبانيك ميمبرين، الضغط زايد، فهيزق التمبانيك ميمبرين على الميدل اير، فالتمبانيك ميمبرين يكون داخل لجوه كده. عشان ما يكونش داخل لجوه لازم ازق انا كمان من جوه، فاحنا الاثنين ايكوالايز البريشر. بنزق ازاي؟ بتاخد النفس او بتاخد الهواء من الاورال كافيتي وتدخله على جوه، فيزق من جوه، فايكوالايز البريشر اون بوث سايدز. فهمت حاجه؟ طيب لو ما فهمتش اقول تاني. الاستيكن تيوب لازمتها ايه؟ انها بتيكوالايز البريشر اوف ذا اون ذا بوث سايدز اوف ذا تمبانيك ميمبرين، من بره وجوه. بره الضغط مش هنعرف نزوده او نقلله، المشكلة اللي نعرف نحكم فيه مين؟ جوه. فبنشوف بره ايه اللي بيحصل ونسيستم نفسنا عليه جوه. لو بره الضغط زياده سبب انك نازل من الطياره، فمعنى كده ان التمبانيك ميمبرين هيخش لجوه، بر جو يعني. بص ده ضاغط عليا من بره، فهيتزق، هتزق لجوه. عشان ده ما يحصلش اعمل ايه؟ ازق انا كمان من جوه، فاحنا الاثنين بنكون بنزق عكس بعض، فنسميه ايه؟ ايكوالايز البريشر. طب بتزق من جوه ازاي؟ بتاخد هواء من البق تدخله على جوه. طيب العكس صحيح، وانت طالع الضغط بيقل، كل ما تطلع بيقل فين؟ بره. فلو الضغط قل بره هيكون جوه ازيد، فلو الضغط جوه زياده هيزق التمبانيك ميمبرين من جوه لبره، فيبقى بلجنج. عشان يبقى بلجنج اعمل ايه؟ اسرب الهواء اللي موجود هنا، اسربه فين؟ عن طريق برضو البق. الاستيكن تيوب دايما مقفوله، بتكون دايما مقفوله، الا لو انت بلعت ريقك كده او عملت شيوينج. شيوينج يعني ايه؟ مضغط حاجه. احنا على طول بنبلع، يعني انت واعي او مش واعي انت على طول بتبلع، الا بس لو انت بتتكلم. وانت بتتكلم الجي اي تي مش شغال. دي تجربه اتعملت عندكم في السكشن لو تفتكر، جابوا واحد بيشربوه ميه وبيوصلوه مش عارف بحاجه كده بترسم كيرف وبيشوفوا الريسبيراتوري بيكون شغال ولا لا والكلام ده. فوانت بتبلع حضرتك، وانت بتتكلم حضرتك ما بتبلعش، بس عمال يعني طول ما انت ساكت يعني ما بتتكلمش انت على طول بتبلع، حتى لو انت مش واخد بالك الريق اللي هي السلايفا بتنزل وبتبلع. فالاستيكن تيوب بتكون شغاله كتير، يعني بتكون مفتوحه في معظم الاوقات، بس ما بتكونش مفتوحه بدرجه تكفي انها تيكوالايز البريشر. فعشان كده وانت طالع الطياره او انت نازل من الطياره وانت في الطياره يعني لازم تاكل لبان، بيقولوا لك حتى كده كل لبان حضرتك. ليه؟ عشان وانت بتمضغ كده تفتح الاستيكن تيوب، فالاستيكن تيوب تيكوالايز البريشر على البوث سايدز، ومحدش التمبانيك ميمبرين بتاعه يفرقع. ممكن التمبانيك ميمبرين يفرقع، ايوه لو انت بتزق من جوه لبره التمبانيك ميمبرين ممكن يفرقع، هيعمل بلجنج لحد ما فعلا يفرقع. وكذلك من بره لجوه برده ممكن يفرقع التمبانيك ميمبرين، ونسميه تمبانيك ميمبرين بيرفوريشن. كده احنا خلصنا ايه؟ خلصنا الاكسترنال اير والميدل اير. طيب لو سالتك ازاي بيحصل ماجنيفيكيشن اوف ذا ساوند، انا شرحتها بس هنقول بقى الكلام اللي بيتكتب.
اول حاجه تقول لي ان التمبانيك ميمبرين اكبر في الحجم من الاوفال ويندو، فلما الصوت بيكون متوزع على اريا كبيره ويروح كونسنتريتد على اريا صغيره، ده بيعمل ماجنيفيكيشن في الساوند. قلت لك ده ماجنيفيكيشن فيزيكالي وليس ريل، يعني لو انا دخل 20 ويف هم في الاخر بيخرجوا 20، بس انا لازم اعمل كونسنتريشن في الاول عشان ادخل على الريزيستنس اللي انا هشرحها دلوقتي بتاعه الانر اير. ده رقم واحد. رقم اتنين ان الاوسيكلز نفسها اللي هو الميليوس اكبر من الانكس والانكس اكبر من الاستيبس، فبرضه بيحصل ماجنيفيكيشن من الميليوس للاستيبس، فالتوتال ماجنيفيكيشن تقريبا 20 تايمز. يعني لو داخل لي 20 ويف هم بيحصل لهم ماجنيفيكيشن تقريبا 20 مره اكتر يعني. فهل هم بيطلعوا 400 ويف؟ لا، هو نفس عدد الويفز، خد بالك انا ما بزودش عدد الويفز، ولكن الكونسنتريشن او الانتنست بتاعتها بتكبر 20 مره تقريبا، مش عارف 16 مره من التمبانك للاوفل ومره و3 من 10 من الميليوس للستيبس. 16 في 1 و3 من 10 يطلع لك تقريبا 20 مره، مش مهم قوي يعني. المهم بس تعرف ايه ان الاثنين دول اسباب الماجنيفيكيشن عشان بتيجي كتير ام سي كيو واي سي يعني. طيب في حاجه تانية اسمها تمبانيك ريفلكس او اتنويشن ريفلكس. يعني ايه؟ بيقول لك ان لو ما بيحصل نويز دوشه يعني بفريكونسي عاليه قوي، التمبانيك ميمبرين ما بيدخلش لجوه قوي او يعني بيشد الميليس عليه لبره، هي يعني ما بيدخلش لجوه قوي او بيشد الميليس عليه لبره، والستيبس برضو بتتشد لبره شويه عن الاوفال ويندو. مش انا قلت لك ميليس انكس ستيبس وبعد الستيبس في اوفال ويندو، فالستيبس ما بتدوسش قوي على الاوفال ويندو، بتتشد بره شويه عن الاوفال ويندو، وكذلك الميليس ما بتدخلش جوه قوي، التمبانيك ميمبرين بيشدها لبره شويه. فدول حاجتين عشان نمنع النويز، وزود عليهم اهم حاجه هو التنسور تمباناي والاستابيديس، هما دي اهم اصلا من الريفلكس، ولكن الريفلكس موجود يعني وبيحصل. بس اهم حاجه لو قال لك ازاي ربنا بيحمينا ضد النويز، تقول لي التنسور تمباناي والاستابيديس بيمنعوا النويز عن طريق ان هما بيشدوا الاستابيس وبيشدوا ايه الميليس، بيوقفوهم يعني او بيقللوا الفايبريشن بتاعهم. واحكي لي عن الاتنويشن ريفلكس ده او عن التمبانيك ريفلكس. تعال ناخد بقى الانر اير. الانر اير بتبدا من اول فين؟ بتبدا من اول الاوفال ويندو. الاوفال ويندو كان ماسك فيه مين هنا؟ الستيبس. خلاص الستيبس نقلت الصوت كونسنتريتد 20 مره لحد ايه؟ لحد الاوفال ويندو. بعد الاوفال ويندو يعني بيقابلنا مين؟ بيقابلنا متاهه حرفيا. المتاهه دي اسمها كوكليا، وكوكليا يعني قوقع. هنرسم رسم كده يا رب اعرف ارسمه يعني. اعمل كده. تقريبا يعني ايوه عامله كده. الله عليك، حلوه حلوه والله. طيب دي المتاهه. تاني كده، مين هنا؟ الاستيبس. ماشي، دي هنا الاستيبس، نرسمها باي شكل كده. دي ايه؟ ستيبس. وده مين؟ اوفال ويندو. الاوفال ويندو خد الصوت من الاستيبس ونقله في المتاهه دي. المتاهه دي فيها ايه؟ ميه. اهم حاجه تقولها لي فيها ايه؟ ميه. الميه دي بتتكون من ايه؟ هقول لك دلوقتي، بس خلينا نتعرف على شويه اسامي كده. الميه دي يعني هنا في ميه كده، ميه 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 كده، تمام؟ والله الميه دي متقسمه ازاي يعني؟ لو هي فوق تبقى اسمها ايه؟ اسمها سكيلا فيستيبيولاي. الله. ولو هي تحت اسمها سكيلا تمباناي. ولو هي في النص اسمها سكيلا ميديا. سهله؟ لا مش سهله الصراحه، بتلخبط يعني. بص يا سيدي هفهمك هم ليه سموها كده. سكيلا فيستيبيولاي ده عشان الممبرين ده، اسمه فيستيبيولار ممبرين، بيتكون من ايه؟ ستراتيفايد سكويمس ابسيليوم، انا مش عارف، سمبل سكويمس غالبا ابسيليوم، مش مهم. المهم ده اسمه ايه؟ فيستيبيولار ممبرين. ودي اسمها سكيلا تمباناي ليه؟ عشان كونكتد مع التمبانيك كافيتي عن طريق الراوند ويندو. الله، ايه الكلام الغريب ده؟ من التمبانيك كافيتي ومن الراوند ويندو ده؟ بص يا سيدي، هنا الميليوس انكس ستيبس، الستيبس خبطت في مين؟ في الاوفال ويندو، وبعدين سكالا فيستيبيولاي، سكالا ميديا، سكالا تمباناي، بعدين في ويندو تاني اسمه راوند ويندو. الراوند ويندو ده عباره عن حاجه مفتوحه مش مقفوله، يعني ده مقفول او مسدود بالستيبس، لكن ده حاجه مفتوحه مش مقفوله، ده اسمه ايه؟ راوند ويندو. شباك فعلا مفتوح مش مقفول، بيسرب على مين؟ هنا في مين؟ الاستابس،
والميليس والانكس دول كانوا مين؟ الميدل اير. فالميدل اير ده عباره عن كافيتي بنسميه تمبانيك كافيتي. بس ماشي يا عم الحاج ماشي. المهم تعال نفهم بقى الدنيا ماشيه ازاي. بيقول لك ايه يا سيدي؟ بيقول لك ان الصوت بيتنقل هنا على الميه اللي موجوده في الاسكالا فيستيبولاي، وبعدين بيمشي يمشي يمشي لحد الميه اللي موجوده في الاسكالا تمبانيك. وبعدين الصوت ده عباره عن ويفز، الويفز دي بتهز او بتعمل فايبريشن. هنيجي ناخد الساوند دلوقتي، هقول لك ان الساوند عباره عن كومبريشنز اند راريفاكشنز. انت خدتها في الساينس برضو بتاع رابعه ابتدائي، انا مش فاكر او مش عارف يعني الكومبريشن والريفاكشن دي اسمها ايه بالعربي، بس هو كان الويفز بتترسم كده حاجات كده 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 ملزقه في بعضها، وشويه تروح ايه بعد كده عن بعضها. دي اسمها كومبريشنز ودي اسمها راريفاكشنز، مش عارف بقى اسمها ايه بالعربي الحقيقه. بس المهم ان هو ايه ويفز، الساوند ده بينتج عن فايبريشن بتاع اي حاجه. فانا لو هزيت السبوره كده عملت صوت، لما هز كده الصوت الناتج ده ناتج عن الفايبريشن بتاعي دي. اوكي، فالفايبريشن ده بيهز الممبرين ده، بيهز ايه الممبرين ده، احنا ما قلناش اسمه، خد بالك ان احنا قلنا ده ايه اسمه فيستيبولار ممبرين، وده ما قلناش على اسمه، او يعني اسمه ممبرين عادي، بس ده ليه اسم، ده اسمه ده ليه اسم. الاسم بتاعه ايه؟ اسمه بازيلر ممبرين. ليه بقى اسمه بازيلر ممبرين؟ عشان هنا في السكالا ميديا بيقع اهم اورجان فيه الانر اير. بص يا سيدي، الانر اير وظيفتها حاجتين، الهيرنج والايه والبالانس. البالانس كنا خدناه في الهاير برين فانكشن، اللي هو كان الفيستيبولار سيستم، اللي هو ثلاثة سيمي سيركلر كانالز، خلاص خلصنا منهم، كانوا قبل الكوكليا اصلا لو تفتكر، كان في ماكيولا وبعدين ثلاثة سيمي سيركلر كانال، واحدة فيرتيكال واحدة هوريزونتال والكلام ده، فاكر الكلام ده؟ ماشي مش مهم، مش هتسأل فيه خالص في البلوك ده يعني. لكن احنا دلوقتي بنتكلم عن الهيرنج، اهم اورجن في الهيرنج هو الاورجن اللي هنا ده اللي احنا لسه ما رسمناهوش حتى الان. الاورجن ده بيتكون من ايه بقى؟ بيتكون من ممبرين كده بالاحمر، يعني نرسمه بالاحمر كده، ممبرين كده بالاحمر، وشويه شعر كده، حرفيا شعر كده، شعر كده واقفين على كده اهو، سيلز دي بتطلع شعر واقف على الممبرين اللي هو اسمه ايه بازلر ممبرين ده. ماشي، وبعدين يعني عاوز ايه؟ بص يا سيدي، بكل بساطه الصوت بيجي يتنقل هنا في الميه، الميه احنا عارفين انها ريزيستنس وبتاع، بس نقل، بس الصوت داخل لي كونسنتريتد ودخلت لحد هنا، عملت ايه؟ عملت فايبريشن في البازلر ميمبرين. لما تعمل فايبريشن للبازلر ميمبرين، مين اللي واقف على البازلر ميمبرين؟ شويه خلايا، الخلايا دي في اخرها في شعر، فالشعر متغطي بممبرين فوق اللي هو بالاحمر ده، الممبرين ده اللي هو بالاحمر ده اسمه تكتوريال ممبرين. الاسم ده بيفكرك بحاجه؟ الممبرين اللي بتوين السريبيلم والسريبرم برضو كان اسمه تكتوريوم. تكتوريوم يعني هو الحاجه اللي بتغطي، عامله زي الخيمه كده، فعلا تكتوريوم يعني تنت اللي هي الخيمه دي، تكتوريال ممبرين. التكتوريال ممبرين عباره عن ممبرين كده والهير سيلز واقفه تحتيه كده، فالهير سيلز بتتهز من تحت بالبازلر ممبرين، فلما تتهز تعمل ايه؟ تهز يعني هو سيلز في اخرها هير اللي هو شعر، يعني سيليا، ستيريو سيليا عامه، مش سيليا، ستيريو سيليا. ليه؟ عشان مش بتتحرك زي السيليا فريلي، لا بتتحرك بس ليميتد كده. فلما تتحرك تعمل ايه؟ تتني كده، تتني كده. فلما تتني تعمل ايه؟ تعمل مواد. بس ركز الاول، تكتوريال ميمبرين تحتيه بازلر ميمبرين، البازلر ميمبرين واقف عليه هير سيلز، السيلز دي في اخرها ايه؟ ستيريو سيليا. الستيريو سيليا دي لما تتهز تطلع على التكتوريال، التكتوريال ثابت، تتهز تعمل ايه؟ تتني كده. خلاص كده معايا لغايه دلوقتي؟ ماشي. فلما تتهز بقى تعمل ايه؟ تعمل الصوت، الصوت يتنقل فعلا. بس قبل يعني ما نتكلم في موضوع الصوت، انت اهم حاجه تكون فاهم الرسمه بتاعت الانر اير. خلاص الانر اير كده خلص. بتبدا باوفال ويندو، الاوفال ويندو بينقل الصوت للسكالا فيستيبولاي، يتنقل للسكالا تمبانيه، يهز البازلر ميمبرين، البازلر ميمبرين واقف عليها هير سيلز في اخرها ستيريو سيليا، الستيريو سيليا تخبط في التكتوريال ميمبرين تتني، يحصلها بيندنج. اوكي؟ اوكي. الميه اللي في السكالا فيستيبولاي اسمها ايه؟ اسمها بيري ماي، دي اللي بالازرق دي اسمها بيري ليمف، واللي هنا برضو بيري ليمف، هما الاثنين كونكتد مع بعض عند حته معينه. يعني تخيل معايا ان الرسمه دي لفه، لفه حوالين بعضها، لفه حوالين موديلس، ميديلس ده اللي هو الاكسس اللي بنلف حواليه. فانا خدت كات سيكشن في اللفه دي طلعت لي كده، خد بالك ان دي الرسمه دي مش ملفوفه، اللفه المفروض تكون 3 دي. فانا خدت كات سيكشن في اللفه دي طلعت لي الموضوع ده، فالموديلس هو الاكسس اللي انا بلف حواليه.
بلف حوالينه قد ايه؟ لفتين وثلاث ارباع. السؤال ده بيتسال ومش عارف ليه، مش عارف ليه مهم بالنسبه لهم السؤال ده في الفسيولوجي، مش مهم خالص في العلم يعني. بس اعرف يعني ان الكوكليا بتتلف حوالين الموديولس ده لفتين وثلاث ارباع، خلاص كل لفتين وثلاث ارباع يعملوا لي هذا الشكل يعني، يعملوا لي شكل الانر اير ده. تمام. وعندي ميه بيري لينف، وبعدين بتكمل كده برضو عند السكلاتين بوناي برضو اسمها بيري لينف. لينف يعني ايه؟ يعني لينفاتكس، لو تاخد بالك يعني لينفاتكس. ايه اللينف يعني؟ بيكون ايه من بروتينز. لو بنتكلم في لينف عادي بيكون عباره عن بروتين عايم فيه شويه ميه، بس هنا مش بروتين، هنا فيه شويه ايونز كده وفي بروتين بس ايه؟ بس الفيسكوستي بتاعته مش عاليه قوي، عشان برضو نتكلم كلام علمي يعني. ليه اسمه بيري لينف؟ هقول لك دلوقتي. بس اعرف ان البيري لينف ده مشتق من السي اس اف، سي اس اف اللي فوق في الدماغ. تمام كده؟ تمام. عاوز اقول ايه تاني؟ عاوز اقول ان في ميه تانيه تختلف عن الميه اللي هي البيري لينف دي هنا في الاسكالا ايه؟ في الاسكالا ميديا. اسمها ايه؟ اسمها اندو لينف. عشان كده ده اسمه بيري لينف. بيري يعني حوالين، حوالين الاسكالا ميديا في سائل سميناه بيري لينف. ليه؟ لان جوه الاسكالا ميديا دي اللي تهمني، دي اللي فيها الاورجن اوف كورتي. الاورجن اوف كورتي اللي هو ده كده الاورجن اوف كورتي، اللي هو التكتوريال ميمبرين والهير سيلز والبازلر ميمبرين، ده كده اسمه اورجن اوف كورتي، وده اهم سنسوري اورجن عندي لايه؟ للهيرنج. فسمينا الميه اللي حواليه ايه؟ اندو لينف. التركيب يختلف، البيري لينف يختلف تماما عن الاندو لينف في حاجه معينه هنقولها دلوقتي، بس انا عاوزك برضو تاني وتالت تتخيل معايا الرسم، عشان بتتسال كتير واحنا يعني دي مشكلتنا يعني، ان احنا ما بنكونش فاهمين الرسمه دي تركيبها ازاي. لما اجي اشرح دلوقتي الصوت بيتنقل ازاي انت هتفهم كل حاجه، بس اهم حاجه تفهم الرسم. بدانا ازاي؟ اوفال ويندو. الاوفال ويندو ادى على ميه، الميه دي فين؟ في السكالا فيستيبيولاي. ليه سميناها سكالا فيستيبيولاي؟ لان في ممبرين اسمه فيستيبيولار ممبرين، او ممكن نسميه رايزنرز ممبرين. رايزنرز ممبرين وظيفته ايه؟ بيفصل السكالا فيستيبيولاي عن السكالا ميديا. وبعدين بنكمل بنروح فين؟ السكالا تيمباناي. السكالا تيمباناي اللي اسمها كده عشان كونكتد مع التيمبانيك كافيتي اللي هو الميدل اير بحاجه اسمها راوند ويندو. الميه اللي فيها ايه؟ برضو بيري لينف. الممبرين اللي فوق ده اسمه ايه؟ اسمه بازلر ممبرين. بازلر ممبرين بيفصل برضو السكالا ميديا عن السكالا تيمباناي. هل السكالا فيستيبلاي كونكتد مع السكالا تيمباناي؟ ايوه، بس في حته معينه في السنتر بتاع الكوكليا. مش مهم يعني، تخيل انها ملفوفه وعند السنتر بتاع الكوكليا كده احنا بنكون الميه بتكون كونكتد مع بعضها، يعني البيري لينف ده عايم فعلا حواليهم هم الاثنين، لكن الاندو لينف مش مختلط مع البيري لينف. مهمه الحته دي، الاندو لينف مش مختلط مع البيري لينف، لان الاندو لينف مفصول بالسكالا فيستيبلاي وبالبازلر ميمبرين. اهم حاجه بالنسبه لي ان الصوت بيمشي لحد السكالا تيمباناي، وبعدين يهز السكالا تيمباناي من تحت كده يعني، بيهزها كده من تحت، فيهز مين؟ البازلر ميمبرين. لما يهز البازلر ميمبرين بيحرك مين؟ الهير سيلز. الهير سيلز في اخرها ايه؟ ستيريو سيلا. ستيريو سيلا متغطيه بايه؟ تكتوريال ميمبرين. فانا اهو تكتوريال ميمبرين وفي حاجه بتتهز، فلما انا ثابت ودي حاجه بتتهز عليا، فبعمل ايه؟ يحصل بندنج للهير سيلز. خلاص كده؟ كلام واضح وكويس؟ تمام. بص يا سيدي، تعال نشوف دلوقتي الاورجن اوف كورتي ده بالتفصيل. الاورجن اوف كورتي ده فيه هير سيلز، هير سيلز اهي هنا كده، دي الهير سيلز. بس انا زي ما قلت لك تخيل ان الرسمه دي ملفوفه، يعني في لفه كده حلزونيه كده كده كده، فاهم؟ وانا قطعت فيها ايه؟ كات سيكشن طلعت لي الرسمه دي. تمام. فكل حاجه من الحاجات اللي احنا بنقولها دي ملفوفه، فلما نيجي نلف حاجه معينه كده هيطلع لي طبقتين من الهير سيلز دول، طبقه اسمها انر هير سيلز وطبقه اسمها اوتر هير سيلز. طبقه اسمها انر وطبقه اسمها اوتر. انر دي اللي هو ايه؟ يعني لو جينا نلف حاجه كده كده، عشان الموضوع ده صعب انا عارف، فده بقى اسمه اوتر هير سيلز وده بقى اسمه ايه؟ انر هير سيلز. ده بره في اللفه اللي بره وده في اللفه اللي جوه، فاهم الفكره؟ بس انا دلوقتي مش راسم حاجه ملفوفه، انا خدت كات سيكشن في دي 3 دي، المفروض خدت كات سيكشن فيها فطلعت لي بالمنظر ده، فكونت لي اوتر هير سيلز وانر هير سيلز. في فرق جوهري بينهم جدا يعني، وفي مقارنه بتيجي في الامتحان بين الاوتر هير سيلز والانر هير سيلز، بس الاولى بيها الصراحه الهيستولوجي، بس احنا في الفيسيولوجي ممكن نسال فيها او نتسال فيها يعني. ايه الفرق بين الاوتر هير سيلز والانر هير سيلز؟ الاوتر هير سيلز كونكتد مع التكتوريال ميمبرين، يعني هي فعلا بتمسك في التكتوريال ميمبرين ويحصل لها بيندنج، لكن الانر هير سيلز يا دوب ملمسه كده يعني، ملمسه بالعافيه في التكتوريال ميمبرين. ده فرق مهم. تاني فرق ان لما الصوت بيتنقل، هقول لك ازاي الصوت بيتنقل، بيروح فين بعد كده؟
بيروح على الكوكليار نيرف. الكوكليار نيرف ده اللي هو ايه؟ العصب الثامن. ده افرنت نيرف، خد بالك. ليه؟ لانه عباره عن سنس. فزي الاوبتيك بالظبط، الاوبتيك افرنت برضه، لانه بينقل الفيجن، فده برضه بينقل ايه؟ بينقل الهيرنج. فبيروح للكوكليار نيرف. مين اللي بيروح يودي للكوكليار نيرف؟ الانر، الانر هير سيلز بتروح تودي للكوكليار نيرف اكتر من الاوتر هير سيلز، خد بالك. الانر والاوتر الاثنين لازقين في التكتوريال، بس مين لازق اكتر؟ الاوتر. الانر والاوتر الاثنين بيودوا للافرنت اللي هو الكوكليار، بس مين بيودي اكتر؟ الانر. خلاص كده، يبقى الاوتر اكتر في التكتوريال، لكن الانر اكتر في موضوع الافرنت، انها كونكتد مع افرنت نيرف فايبرز رايحه للكوكليار نيرف اكتر. لكن الاوتر هير سيلز كونكتد مع افرنت فايبرز اكتر. افرنت فايبرز اكتر، ايه الافرنت فايبرز اللي جايه لي؟ فيستيبولار. ركز بقى في الموضوع ده، فيستيبولار. هل انا كانر اير ليه علاقه بالفيستيبولار؟ ايوه يا ابني، بقول لك انا السكند تيوب لما بتتسد بتضغط على الميدل اير، الميدل اير بيضغط على الانر اير عن طريق ايه؟ الاوفال ويندو والراوند ويندو. الراوند ويندو ما قلناش وظيفته ايه، بس هقول لك دلوقتي. بس الراوند ويندو هنفترض ان هو مسدود برضو، ده كله بيضغط على ايه؟ بيضغط على الانر اير. فلما يضغط على الانر اير يجي له الفيستيبولار يقول له انت تمام، يقول لا انا مضغوط عليا، فيحصل ايه؟ فيرتيجو، او يحصل ديزنس، فالتوازن بتاعك يكون مفقود. خلاص كده تمام. في حاجه كمان عاوزين نقولها، انا مش عارف يعني اقولها ازاي، بس برضو بافتراض ان احنا بنتكلم في انها حاجه ملفوفه على الرسمه اللي هي دي، فالبازل ممبرين ده برضو ملفوف اهو. هنفترض ان احنا مسكنا ممبرين واحد اللي هو ده كده، ده كده اهو، كده 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 اهو. الممبرين ده بدايته فين؟ كده صح، هو نفس الممبرين لافف ماشي. الممبرين مين اللي قاعد على الممبرين ده؟ الهير سيلز. يبقى اسمه ايه؟ بازلر. خلاص، مش انا رسمت الهير سيلز اهي وهير سيلز اهي، ودي سميناها اوتر، ودي سميناها انر، ودي سميناها اوتر. قاعدين على مين؟ على البازلر. بيقول لك ان البازلر ممبرين ات ذا بيز، ده البيز، ده البيز اوكي، ات ذا بيز بيرسبوند على الهاي فريكوانسي اكتر. ات ذا بيز بيرد على الهاي فريكوانسي ساوند اكتر. ايه الهاي فريكوانسي ساوند ده؟ الصوت يكون ليه فريكوانسي، الفريكوانسي اللي هو عدد السايكلز بير سكند، يعني كام ويف اللي هي كومبريشن ريفاكشن اللي كنت برسمها دي، كام ويف حصلت في السكند، كام ويف حصلت في الثانيه، بنسميها ايه؟ فريكوانسي. البنات هاي فريكوانسي او هاي بيتش، بيتش اللي هو ايه؟ رنه الصوت، عشان كده البنات صوتها مسرسع. يعني ايه صوتها مسرسع؟ يعني بيطلعوا ويفز كتيره في الثانيه الواحده، فالويفز الكتيره دي لما بتطلع ورا بعضها بتتجمع مع بعضها تعمل ايه؟ الصوت المسرسع. لكن صوت الولاد خشن، صوت الولاد خشن ليه؟ لانه بيطلع ساوند ويفز قليله بير سكند، فيطلع هارش ساوند او ساوند خشن يعني. جرب اعملها كده على الموبايل في برنامج بتاع اصوات، زود الفريكونسي هتلاقي صوتك سرسع. ليه صوتك سرسع؟ عشان انت بتطلع عدد رنات كتيره في الثانيه الواحده، اوكي؟ لكن احنا صوتنا خشن يعني. فبيقول لك ان البازلر ممبرين ات ذا بيز، ات ذا بيز اللي هو ده بيرد على الهاي فريكوانسي. ليه بيرد على الهاي فريكوانسي؟ لان البيز حر اكتر من الايبكس. مهم الموضوع ده، لان هنا البيز فيه ميه، هنا الميه اللي هي مين؟ التمبانيك ممبرين، السكالتمبانا يعني بيريلمف. الميه هنا كده تمام، وفي ميه داخله هنا كده، بس مين معرض اكتر للبيريلمف؟ هو البازلر ممبرين اللي عند البيز، حر اكتر في الحركه، فيرد على الهاي فريكونسي يعني يتهز بسرعه اكتر. لكن بتاع الايبكس ده بيرد ببطء شويه لانه ليميتد شويه في الحركه، الحركه بتاعته صعبه، فيرد على فريكونسي اقل. تحفظها كده، ان البازلر ميمبرين، عشان دي بتتسال، يا لهوي اتسالتني سؤال ام سي كيو ما كنتش عارف حاجه. البازلر كنت بتلخبط، بازلر ميمبرين بيز اسمه بازلر، بيز البيز بتاعته ترد على هاي فريكونسي. اكيد لو بازلر يبقى البيز بتاعته هي الحلوه عشان هو على اسمه ده، هبدي يعني، بس اللي هو ايه، حاجه عشان نحفظ بيها. بازلر يبقى البيز بتاعته هي اللي حلوه وترد على هاي فريكونسي، لكن الايبكس بيرد على لو فريكونسي. وقلت لك الهاي فريكونسي ده اللي هو صوت البنات، لكن الايبكس ده اللي هو صوت الولاد. خلاص كده خلصنا، باقي لنا بس موضوع ازاي الصوت بيتعمل. خلاص كده احنا خلصنا المقارنه بين الاوتر هير سيلز والانر هير سيلز، ان الاوتر هير سيلز لازقه في التكتوريال ممبرين اكتر من الانر، لكن الانر رايحه لافرنس اكتر، ده افرنس اكتر، والاوتر جاي لها افرنس اكتر. خلاص كده تمام. مش عاوزين نقول اي حاجه تاني، تعالى بقى نخش في ازاي الصوت بيتنقل. يا رب تكون فاهم لغايه دلوقتي. انا يعني اقصد ان انا اشرح من غير ما اكتب العناوين ومن غير ما امشي بترتيب الكتاب عشان بس تكون فاهم الدنيا.
هنرجع كل اللي خدناه دلوقتي على الميكانيزم اوف هيرنج، ازاي الصوت بيتسمع. بص يا سيدي، نمشي الموضوع من اوله. اول حاجه عندك ايه؟ عندك الاير بينا، دي كارتليجينس بارت بتعمل كولكت للساوند ويفز اللي موجوده حواليك. بعدين بتخش على الاكسترنال اوديتوري كانال. الاكسترنال اوديتوري كانال مقسومه اوتر ثيرد كارتليجينس وانر تو ثيرد بوني، والاثنين دول بيعملوا جاست ترانسميشن، هو مجرى كده بس الصوت بيمشي فيه. بعدين نوصل للتمبانيك ممبرين. تمبانيك ممبرين حاجه ثين والاستيك، تتهز بنفس هزه الصوت اللي واصله له بالظبط، ولا اكتر ولا اقل. وصل ل 20 ويف، هنقلهم 20 ويف بالظبط بنفس القوه. ودي من مميزات التمبانيك ممبرين. لحد التمبانيك ممبرين كده الاكسترنال اير خلصت. بعدين التمبانيك ممبرين حجمه كبير، يبدا الصوت يتنقل في حاجات حجمها اصغر، فيحصل ماجنيفيكيشن، والماجنيفيكيشن فيزيكالي ونوت ريل. يعني ال 20 ويف اللي دخلوا لي هيتنقلوا برضو 20 ويف. هتنقلوا برضو 20 ويف. طيب الفكره فين؟ يعني الماجنيفيكيشن حصل ازاي؟ حصل ان ال 20 ويف دول اتنقلوا على مساحه اصغر، فلما تتنقل على مساحه اصغر تخش ببوش معين، فلما تخش بالدفعه دي، بقوه الدفعه دي، تواجه الريزيستنس اللي هتقابلها. نمشيها كده بالراحه، ميليس انكس ستيبس. الميليس اكبر من الانكس، والانكس اكبر من الستيبس، ثم الستيبس تنقل على الاوفال ويندو. لازمه الاوسيكلز ايه؟ حاجتين، اول حاجه الماجنيفيكيشن، تاني حاجه ان هم ليفر سيستم. ليفر يعني روافع، حاجات بتنقل الصوت في شكل ايه؟ في شكل روافع، فده بيقلل المجهود بتاع نقل الصوت مع الماجنيفيكيشن كمان. بس خد بالك ان الميليس والانكس والستيبس جوه الميدل اير، جوه كافيتي، هي اوضه فاضيه حرفيا. الاوضه دي فيها حاجتين يهموني، اول حاجه الاثنين ماسلز، التنسور تمباناي وال الستابيديس ماسل. تنسر تمباناي ماسكه في الميليس، والستابيديس ماسكه في الاستيبس، والاثنين دول بيمنعوا الفايبريشن بتاعه الاوسكلز في وقت النويز، لان زي ما قلنا التمبانيك ممبرين بينقل ويفز زي ما هي بالظبط. فلو حصل نويز هيتنقل لك ويفز بنت لذينه، فعشان نحافظ على الاورجن في كورتي اللي هو السنسوري اورجن من الدامج والهير سيلز دي، ما تفضلش كل شويه تخبط في التكتوريال ممبرين بفريكونسي عاليه ويحصل لها دامج، انا لازم اقلل الفريكونسي اللي رايحه للاوفال ويندو. فلو سالتك الماجنيفيكيشن بيحصل نتيجه ايه، قول لي نتيجه حاجتين. اول حاجه التمبانيك ممبرين حجمه اكبر من الاوفال ويندو 16 مره، فالويفز بتكون كونسنتريتد. رقم اثنين الاوسكلز برضو حجمها بيبدا يصغر، فالصوت بيوصل للاوفال ويندو ماجنيفايد 20 تايمز. وصلنا للاوفال ويندو، بس قبل ما نوصل للاوفال ويندو نرجع للاستيكن تيوب. وظيفتها ايه الاستيكن تيوب؟ تيكوالايز البريشر. هل هي مفيده في السمع؟ ابدا مش مفيده في السمع خالص، هي مفيده بس في الايكوالايز البريشر. التمبانيك ممبرين ده حاجه الاستيك بنخاف عليها انها تخش لجوه بسبب البريشر من بره، يعني لو البريشر من بره كتير هي هتتزق لجوه، او انها تتزق لبره لو البريشر جوه كتير. فلو البريشر بره كتير انا اعمل ايه؟ ازق من جوه. انا كمان بزق ازاي؟ باخد نفس من بقي اطلعه على الاير حرفيا. طيب وبزق لجوه ازاي؟ بسحب، يعني ازاي باخد النفس من، ازاي بقلل البريشر جوه؟ بسحب الهواء اللي جوه ده او البريشر اللي جوه اخرجه عن طريق البق برضو، عن طريق الفارنكس. خد بالك انك لو عييت او جالك دور برد او حاجه، اللي بيحصل ان ودانك بتوجعك، ودانك بتوجعك وبتتسد بسبب ان الاستيكيان تيوب اتسدت، ثم بيجي لك التهاب في الفارنكس. التهاب الفارنكس ده جه من النوز برضو، فكله بينفذ على بعضه. ماشي، بعدين نخش على الاوفال ويندو. الاوفال ويندو شباك، اوضه كده مفتوحه بس مقفوله بالفوت اوف ستيبس. بعد كده بنقابل شويه ميه، من اول الميه هنا بنبدا الريزيستنس. الريزيستنس ليه؟ عشان الميه حاجه فيها بارتكلز، الصوت بيتعب على بال ما يتنقل جواها. المايه دي اسمها بيريليمف. ليه؟ لان في عندي اندوليمف. اول حاجه بقابلها سكالا فيستيبولاي، ليه سميناها كده؟ عشان فيستيبولار ميمبرين. ثم بقابل السكالا تمبناي، ليه سميناها كده؟ عشان كونكتد مع التمبانيك كافيتي اللي هو الميدل اير عن طريق الراوند ويندو. ايه بقى الراوند ويندو ده؟ ما اتكلمناش عنه. بص يا سيدي، الصوت لما بيبدا يتنقل في السكالا تمبناي بيبدا يهز البازلر ميمبرين، فلما يهز البازلر ميمبرين الهير سيلز بتبدا ايه؟ تتحرك، فتتني كده فوق وفيها التكتوريال ميمبرين. الويفز الزياده بتروح فين؟ يعني ايه الويفز الزياده؟ يعني هزينا شويه في البازلر ميمبرين، والبازلر ميمبرين ده بينقله للهير سيلز، والهير سيلز دي عباره عن ريسبتورز، والريسبتورز دي بتنقل الى افرنت نيرف اللي هو الكوكليار نيرف. فمش كل الويفز اللي بننقلها بتروح للافرنت نيرف. ليه؟ عشان عندي حاجه اسمها اكشن بوتنشال. الاكشن بوتنشال ده فيه ريفراكتوري بيريود. فلو افترضنا ان احنا كل حاجه بتجيلنا بننقلها بالظبط زي ما هي للكوكليير
نيرف من غير يعني لازم كده ايه نكنسل الريفراكتوري بيت. فلا في ريفراكتوري بيريود بتكنسل شويه ويفز بتجيلها. فالويفز الزياده دي بتعمل ايه؟ بتخرج عن طريق الراوند ويندو. فالراوند ويندو وظيفته ان هو يا اما بيزود وظيفه الكوكليا يعني بيضغط عليها فبيزود الويفز، يا اما بيفضي الويفز من عليها على حسب. لو الويفز كتير بيسحب الكتير ده يخرجه على بره اللي هو الانر الميدل اير، يخرجه على بره اللي هو التمبانيك كافيتي اللي هو الميدل اير. ولو الويفز قليله هو بيضغط من الميدل اير على جوه عشان يكوندنس الويفز دي. خلاص كده تمام. عاوزين نتكلم عن ايه؟ عن الصوت وصل الى التمبانيك السكالا تمباناي، والسكالا تمباناي هنقول ان هنا ده البازلر ممبرين. خلاص كده البازلر ممبرين واقف عليه مين؟ واقف عليه الهير سيلز. الهير سيلز عباره عن سيلز عاديه خالص، في اخرها فيها نيوكليا اهو، في اخرها في ايه؟ ستيريو سيليا وليست سيليا. ليه؟ عشان الحركه بتاعتها ليميتد. فوق الستيريو سيليا في مين؟ في التكتوريال ممبرين. لو قسمنا الهير سيلز نصين، دي انر مثلا ودي اوتر، فهنلاقي ان الاوتر كونكتد مع التكتوريال ميمبرين اكتر، لكن الانر كونكتد مع الافرنت نيرف اكتر. نفس الكلام. المهم اللي حصل ايه؟ اللي حصل ان انا هزيت البازلر ميمبرين ده، فالهير سيلز او الستيريو سيليا اتنت. لما يحصل بيندنج فتحت، لما يحصل بيندنج فتحت تشانلز. هنفترض ان هما الستيريو سيليا دي ملزقه في بعضها، فلما هي ملزقه في بعضها كده قافله تشانلز معينه. لما تتني كده، بص بص انا ايدي كانت عامله كده، بص على ايدي كويس، ايدي كانت ملزقه في بعضها كده والستيريو سيليا ملزقه في بعضها كده، بس لما اجي التاني بص انا غصب عني فتحت ايدي. طالما التانيت يبقى ايه؟ فتحت فراغ بين اتنين هيرسلز. لما ايدي تتفتح كده يبقى ايه؟ في تشانلز تتفتح. التشانلز دي عباره عن ايه؟ بوتاسيوم تشانلز. خلاص كده ماشي. في مين حواليا؟ في مين عايم حواليا هنا؟ انا سكالا ميديا. مين اللي عايم حواليا؟ اندولينف. الاندولينف غرقان بوتاسيوم، غرقان بوتاسيوم، غرقان بوتاسيوم. جواه بوتاسيوم كتير وصوديوم قليل. حلو الكلام ده؟ حلو. طيب مين حواليا؟ خد بالك ان فوقيه، فوق التكتوريال ميمبرين في مين؟ في فيستيبولار ميمبرين. والفيستيبولار ميمبرين كده اهو، كده نكمل الرسمه كده اهو، وبعدين في كده. فمين اللي عايم حواليا؟ البريليمف. فالمفروض الاندوليمف يبقى جوه كده، هنا ده الاندو وهنا ده الايه؟ ده البري. ماشي؟ لا ونمسح بقى البوتاسيوم. يا الله انا نمسح ده كله. ماشي خلاص بقى انتوا فهمتوا. ماشي هنا بوتاسيوم كتير جوه كده، هنا في الاندوليمف ده ايه؟ بوتاسيوم كتير. طيب في البريليمف في مين كتير؟ في صوديوم كتير. خلاص كده تمام. فلما يحصل لي بندنج كده بفتح ايه؟ بفتح بوابات الصوديوم، بوابات سوري بوتاسيوم، بوتاسيوم كتير، فالبوتاسيوم بيخش جوه. البوتاسيوم لما يخش جوه يزود البوزيتيفيتي. خلاص لما يزود البوزيتيفيتي يعمل جريدد بوتنشال جوه الهير سيلز، لان الهير سيلز از ريسبتورز. جريدد بوتنشال او جنريتور بوتنشال، والجنريتور بوتنشال بيتحول الى اكشن بوتنشال عن طريق الكوكليار نيرف، والصوت يتنقل الى الكوكليار نيرف في شكل ايه؟ اكشن بوتنشال عادي خالص. طيب اللي انا عاوز اقوله بس زياده، اللي عاوز اقوله ان في البيري لينف في صوديوم كتير، فالصوديوم الكتير ده وفي ايه؟ بوتاسيوم قليل. ماشي وهنا في الاندو لينف في بوتاسيوم كتير وصوديوم ايه؟ قليل. بص يا سيدي، الاندو لينف، الاندو لينف بوزيتيف، بوزيتيف اكتر من البيري لينف 80 مره. فلو قلت لك في potential difference between the endolymph and the perilymph positive 80، معناها ان الاندولينف بوزيتيف عن البيريلينف 80 فولت. خلاص كده الفرق بيني وبين البيريلينف 80 فولت في صالح البوزيتيفيتي، يعني في صالح الاندولينف. حلو الكلام، حلو الكلام. هقول لك معلومه كمان يا رب ما تلخبطك. الهير سيلز، الهير سيلز دي سيلز الخلايا دي نفسها نيجاتيف 70 بالنسبه للبيريلينف. الله، يعني الهير سيلز ديورنج ريست هي نيجاتيف 70 بالنسبه لمين؟ للبيري لينف. يعني هي نيجاتيف عن البيري لينف بكام؟ بفرق 70. يعني البيري لينف بوزيتيف اكتر من الهير سيلز بفرق 70. فمعنى كده ايه؟ معنى كده ان الفرق بين الهير سيلز وبتوين الاندو لينف كام؟ النيجاتيف 70 الفرق بين الهير سيلز والبيري لينف، زائد البوزيتيف 80 الفرق بين البيري لينف والاندو لينف. فاهم حاجه؟ يبقى بوزيتيف
150 لصالح الاندولم. تاني موجوده كده في الكتاب، لو انا هشرحها هقول لك ايه؟ اقول لك والله يا ابني الفرق بين الاندولينف والبريلينف بوزيتيف 80 لصالح الاندولينف بوزيتيف اكتر، والفرق بين الاندولينف والهير سيلز بوزيتيف 150 لصالح مين؟ لصالح الاندولينف. فالاندولينف بوزيتيف 150 بفرق 150 ملي فولت عن مين؟ عن الهير سيلز. فده عمل ايه؟ عمل ان لما يحصل بيندنج للهير سيلز وتفتح البوتاسيوم تشانلز يخش بوتاسيوم تشانل بوتاسيوم بقوه رهيبه. ليه؟ لان الفرق 150 ملي فولت. فكل ما الالكتريكال جريدينت يزيد كل ما يدفع البوتاسيوم ان هو يخش بقوه جدا. فالموضوع ده حلو جدا ان هو بيسهل على ان الكوندكشن بيكون قوي وسريع في نفس الوقت، دخلت بوتاسيوم بسرعه وبقوه. ليه؟ لان الفرق بيني وبين الهير سيلز بوزيتيف 150 ملي فولت لصالح الاندو ليمف. فده سؤال بيتسال شهير جدا في الامتحان. لو عاوز اجيب لك في الفاينل سؤال اي سي على السبيشال سينسز فهو ممكن تجيب حاجه من اتنين، طبعا زائد الكيسز وكده، بس حاجه من اتنين اساسيه ممكن يجي، يا اما الميكانيزم اوف فيجن الكتريكال وكيميكال، الكيميكال اللي هو الايدوبسين والرودوبسين والكلام ده وايه اللي بيحصل فيهم من اول الريتينال والريتينول وكده، والكتريكال اللي هو موضوع الصوديوم ان هو بيخرج من الانر سيجمنت بيروح على الاوتر سيجمنت والكلام ده كله، او تجيب لك الميكانيزم اوف هيرنج الكتريكال انك تشرح الموضوع ده ان البيري لينف فيه صوديوم كتير وبوتاسيوم قليل ويعتبر بوزيتيف 80 فرق بينه وبين الاندولينف، يعني الاندولينف اكتر بوزيتيف اكتر يعني فيه بوتاسيوم اكتر، والحاجه الثانيه ان الاندولينف بوزيتيف 80 فيه بوتاسيوم كتير والهير سيلز نيجاتيف 70 بالنسبه للبيري لينف. اول ما بنفتح التشانلز يحصل بيندنج، نفتح التشانلز يحصل ايه؟ يخش بوتاسيوم عنيف جدا يبقى يحصل لي ايه؟ الاكشن بوتنشال. فسؤال من الاثنين دول ممكن يجوا، فاعرفهم واعرف بتكتبهم ازاي. بس في حاجه مهمه عاوز افرق لك بينها وبين الاي، الاي ديورنج ريست هي كده كده جواها صوديوم بيخش جوه ايه؟ جوه الاوتر سيجمنت ده، لان الصوديوم تشانلز بتكون مفتوحه ديورنج ريست، واول ما اللايت اكسبوجر يحصل يتعرض للضوء اعمل هايبر بولاريزيشن. فانا الاستيميوليشن بتاع الاي بالهايبر بولاريزيشن، لكن الاستيميوليشن بتاع الاير بالدي بولاريزيشن عادي زيها زي اي حد. فده فرق جوهري ما يلخبطكش بين الاي والاير. كان في حاجه كده سايبينها بتتكلم عن الساوند ويفز اسمها الفريكوينسي، وقلت لك الفريكوينسي معناها عدد السايكلز اللي بتحصل في الثانيه الواحده. فتعالوا نشرح خلاص بالتفصيل شويه، ويعني مش هنخوض في الموضوع قوي، ان الساوند ويف بتكون في شكل كومبريشنز وراريفاكشنز كده، بتطلع في حاجات مضغوطة ثم مفكوكة، مضغوطة ثم مفكوكة ويفز، بس بتطلع في شكل سيركلر طبعا ويفز، بص ويف تمام. فالويفز دي اسمها ايه؟ compressions and rarefaction. فبنشوف السورس اوف ساوند، السورس اوف ساوند ده اللي هو انت مثلا بتتكلم، فانت مصدر الصوت بتطلع كام ويف في الثانية بنسميها frequency. الانسان بيسمع frequency من 20 ل 20 الف هرتز، هرتز ده اليونت بتاعت الفريكونسي، يونت الفريكونسي يعني وحدة قياس الفريكونسي ممكن تكون هرتز او ممكن تكون سايكل بير سكند، سايكل اللي هو ويف يعني، او ممكن نستبدل كلمة سايكل دي بايه؟ بويف، كام ويف في الثانية او كام سايكل في الثانية او كام هرتز وخلاص تمام. الانسان زي ما قلنا بيسمع من 20 ل 20000، بس ده قدرة سمع الانسان. الدوشة يعني تبدأ تبقى نويز بالنسبة لك لما تكون 1000 هرتز، 1000 هرتز انت تتخيل يعني من 20 ل 20000 انت تقدر تسمع، بس من اول 1000 هرتز بتكون مش دوشه، بص دوشه في الانتنستي، بس قصدي الصوت بيكون وحش بالنسبه لك او بيضايقك من اول ايه؟ 1000 هرتز تمام. زي ما قلنا ان الميل او الولد يعني او الراجل بيطلع فريكونسي قليله بنسميها هارش ساوند، هارش ساوند يعني صوت خشن، لكن الستات او البنات بتطلع هاي فريكونسي فنسميها هاي بيتش او هاي فريكوينسي ساوند تمام، بيكون صوت ناعم او صوت مسرسع شويه، لو يعني النعومه دي لو زادت عن حدها هتكون ايه؟ هتكون مسرسعه. عايز اقول حاجه افهمك ليه يعني. بص يا سيدي، هتخيل ان الصوت ده عباره عن كور، الكور دي بتترمي عليك، فانت لو بترمي كوره بعد ثانيه مثلا ترمي كوره كمان بعد ثانيه ترمي كوره ثالثه، فالكور لما تيجي على وشك بجد والله مش بهزر، الكور لما تيجي على وشك هتحس بيها واحده 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 لانك بترمي كوره كل ثانيه. لكن لو الكور بتترمي ثلاث كور في الثانيه مثلا
يعني خد بالك في الثانية الواحدة بترمي 3 كور، بعدها 3 كور، بعدها 3 كور مع بعض كده، انت حرفيا مش هتحس بعدد الكور لانها بتترمي على وشك بسرعة جدا بفريكونسي عالي. معنى الكلام ده ايه؟ ان الميل او الولد يعني لما بيطلع فريكونسي قليلة، يعني عدد ويفز قليلة في الثانية الواحدة، ده بيخليك تميز كل حاجة في نبرة صوته او كل حاجة في كلامه. لكن الفيميل صوتها ناعم. يعني ايه ناعم؟ يعني السموثنس بتاع الصوت ده جه من انها بتطلع ويفز كتيره في الثانيه الواحده، فالويفز الكتيره دي بتتداخل مع بعضها تعمل ايه؟ تعمل السموثنس بتاع الصوت ده، صوتها ناعم. لو انت مش فاهم اي بتنجان فكك يعني. بس اعرف انها هاي بيتش واحنا ايه؟ لو بيتش. في حاجه انا كنت نسيتها في شابتر الاير، محدش قال لي عليها. الحاجه دي هو ايه؟ موضوع الفليكر وموضوع الفريكونسي. ايه الفليكر والانتنسيتي ده؟ فليكر يعني احنا دلوقتي في الفيجن، يعني عشان بس هو بس نفس العلاقه، فقلت اشرحها هنا. يعني الفيجن، في الفيجن لما الضوء يقع على عينك بعدد مرات قليل في الثانيه الواحده، انت بتشوف تقطيع الصور. يعني انت بتشوف حركه البني ادم ان هو بيتحرك، واخد بالك ان هو بيتحرك لانه بيتحرك، فانت الضوء بيقع على عينيك بفريكونسي قليله. يعني في كل حركه في ضوء قادر يقع على عينيك بفريكونسي، مش عارف رقمها كام، بس بفريكونسي قليله عينك قادره تلقط كل نقطه هو بيتحرك عليها، تمام كده؟ فاسمه فليكر. فليكر يعني انك ملاحظ التقاطيع اللي موجوده في الصوره، التقاطيع اللي موجوده في الصوره، ملاحظ ان الصوره بتقطع، ان الراجل بيتحرك. لكن عشان نلغي الفليكر ده نعلي الفريكونسي، فلما نعلي الفريكونسي عينك ما تلحقش تلقط كل الحركات دي. فده اللي بيحصل في توم وجيري. كنت بقول لك توم وجيري كان بيتركب ازاي، ان هم بيحطوا صور جنب بعضها والصور دي بتجري بفريكونسي عالي قوي، فانت عينك ما بتلحقش تلقط تقاطيع الصوره، بتلقط ان الحركه سموث عادي جدا. نفس الموضوع في الساوند، عشان كده شرحتهم مع بعض. فالفليكر انك لاقط تقاطيع الصوره، شايف الصوره كده بتتقطع مع بعضها، لكن الفريكونسي عشان تكون ما تحسش يعني بتقاطيع الصوره لازم تكون من 24 تقريبا، يعني 24 ل 60 بير سكند، يعني من 24 ل 60 لايت ويف، يعني بير ايه؟ بير سكند. ساعتها انت ما تلقطش تقاطيع الصوره دي. وكنت قلت لك الموضوع ده مفيد في الناس اللي بتعمل فيديوهات، ان في اوبشن كده في الفيديوهات اسمه فريم بير سكند. فريم بير سكند يعني ايه؟ الفيديو اصلا بيتصور ازاي؟ بيتصور عباره عن صور كتيره وبيلزقها في بعضها، فعرض الصور الكتيره اللي جنب بعضها دي بفريكونسي معينه بيخليك شايف الفيديو سموث، مش بيقطع. ففي ليميت كده معين انت لو قللت عنه، كام فريم بير سكند، يعني الصوره بتتعرض بمعدل كام صوره في الثانيه، لو قللت عنه انت هتلاقي فعلا الفيديو بيقطع. انا لما بعمل الفيديو بتاعي بيكون 30 فريم بير سكند، يعني في 30 صوره بتعدي على عينيك في الثانيه الواحده، تمام؟ انا لما بعمل اديتنج في الفيديو بشوف ال 30 صوره دول فعلا، الاديتنج بيمشي تك 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 كده، بيقطع لي كل حاجه، بشوف حركه ايدي دي كلها. عاوز تدرك حاجه يعني او تفهمها، في الموبايلات الجديده دلوقتي في حاجه اسمها شاتر. الشاتر ده اللي هو عباره عن ايه؟ انك تفضل دايس على زرار الكاميرا وما تسيبوش، تفضل دايس كده كتير وبعدين تسيب، لما تدوس كده كتير كذا ثانيه ورا بعض يلقط لك صور كتيره جدا ورا بعضها، ممكن بيكون برضو ليها فريكونسي معينه، بتوصل مثلا ل 19 صوره في الثانيه. جرب اعملها 19 صوره في الثانيه دي، جرب صور حد وهو بيعمل اكشن معين، ال 19 صوره في الثانيه دول هتلاقي انك شايف كل تقاطيع حركته اللي انت عدت على عينيك. ايه؟ عدت على عينيك بسرعه جدا لان عينيك ما بتلحقش تشوف ال 19 صوره في الثانيه دول، فاهم الفكره؟ انا مش فاكر رقم 14 ولا 24، مش عارف، بس يعني ايه؟ يعني هو عينيك ليها فريكونسي معينه بعديها ما بتشوفش تقاطيع ايه؟ تقاطيع الصوره. وحتى في موضوع الشاتر ده ممكن تلزق الفيديوهات مع بعضها وتعمل بقى ايه؟ فيديو. انا كنت بعمل كده، يعني ان هو بجيب صور كتير، يعني هو صوره انت بتصور صوره مش فيديو، بس الصوره دي بتفضل دايس كتير، فممكن تجمع الصور على بعضها تعمل لك الفيديو، تمام؟ تمام. هو ده الفريكونسي كده، خلاص ايه؟ خلصناه. وقلت لك موضوع الفليكر والفريكونسي ده عشان كنت نسيته في الفيديو. في حاجه بقى اسمها الانتنستي، قوه الصوت نفسه. قوه الصوت نفسه ليها يونت اسمها ديسيبل، بس الديسيبل مش بيقيس الانتنستي بالظبط. الديسيبل هو عباره عن يونت لراجل اسمه ديسيبل، هو اللي عمل اليونت دي. يعني عشان افهمك بس الفرق بين الانتنستي والديسيبل، هقول لك ان الصوت لما يتسمع يا دوب مسموع كده، ويسبرينج، جاست ويسبرينج كده مسموع، يبقى اسمه زيرو ديسيبل. دي حاجه مهمه جدا. الصوت هو جاست اوديبل، يعني اوديبل يعني ايه؟ مسموع.
عشان كده في حاجه اسمها اوديو جرام او هنقولها دلوقتي. جاست اوديبل بيكون ايه؟ زيرو ديسيبل، اهو مكتوبه اهي زيرو ديسيبل، اللي هو اول صوت يستمع اسمه زيرو ديسيبل، اللي هو اقل منه ايه؟ ما تكونش سامع حاجه خالص، اقل منه ما تكونش سامع حاجه، اسمه زيرو ديسيبل. بس الصوت ده ليه انتنستي، ليه قوه يعني، فاهم؟ ففي فرق بين الانتنستي والديسيبل، هي مش موضحه في الكتاب بس انت لازم تفهمها يعني، ان الصوت لما يكون جاست مسموع يبقى زيرو ديسيبل، بس الصوت ده ليه انتنستي، ليه الويف دي ليها انتنستي. فقانون الانتنستي عباره عن ايه؟ لوج 10 تايمز انتنستي اوف ساوند على الريفرنس ساوند. انتنستي اوف ساوند بتاعك انت لما انت تيجي تطلع صوت ده انتنستي اوف ساوند على الريفرنس ساوند، اللي هو الريفرنس يعني المرجعيه، الساوند اللي بنرجع له اللي هو يا دوب مسموع، اللي هو بيكون ايه؟ زيرو ديسيبل ده. فانا عشان اطلع انتنستي بتاعت اي صوت بعمل لوج 10 في انتنستي اوف ساوند على الريفرنس ساوند. عشان تفهم اكتر يعني، لو انت عندك الصوت 10 ديسيبل، هي الديسيبل يونت بتاعتها كده، الدي سمول والبي كابيتال. لو انت عندك صوت قوته 10 ديسيبل، يعني ايه 10 ديسيبل؟ يعني اكتر من الجاست اوديبل 10 مرات، فاهم الفكره؟ مش ما تضربش 0 في 10 تطلع لك 0، مش ناقصه غباء، بس اكتر من الجاست اوديبل 10 مرات. يعني ايه؟ يعني انت ممكن تسمع الصوت ده وتسمع اقل منه بقوه 10 مرات كمان، ودنك هتجيب عادي، فاهم الفكره؟ طيب المهم، يعني لو الصوت قوته 10 ديسيبل هيكون الانتنستي بتاعته 10، وال10 دي مالهاش يونت. طيب لو الصوت 20 ديسيبل، بص بقى، لوج ال 20 ديسيبل ده هيبقى كام؟ لوج ال 20 هيبقى 10، بس انا عامل 10 في 10، انا عامل لوج 10 ال 20 فيطلع لي 100. فبيقول لك ايه؟ بيقول لك كل ما الديسيبل، كل ما الانتنستي يعني تزيد ديسيبل، ده معناه انها بتزيد 10 تايمز في الانتنستي، بتزيد في الانتنستي 10 مرات. ليه؟ لان عباره الانتنستي عباره ايه؟ لوج 10 تايمز الانتنستي، فبتزيد 10 مرات. الريفرنس ساوند ده اللي هو ايه؟ اللي هو جاست ايدبل، اللي هو زيرو ديسيبل، بس مش هقسم على زيرو، مش ناقصه غباء، ماشي كده؟ القانون ده مهم؟ لا مش مهم خالص، مش مهم خالص، ولا عمرك تسال فيه، وانا اصلا مش فاهمه قوي يعني، ولا تشرح لنا في الاي ان تي الصراحه، مع اني كنت باخد اوديو جرام وبتاع. بس اللي اتشرح لنا موضوع ان القوه بتاعه الصوت بتتقاس بيونت اسمها ديسيبل. وفكك بقى من القانون ده، مش مهم خالص. افكس للاوديو ميتر، هنرجع له دلوقتي. في حاجه اسمها اوديتوري باث واي، اللي هو الباث واي بقى بتاع الصوت بيتنقل ازاي. احنا كنا خدنا الفيجن، كنا بنقول انها بتبدا من رودز وكونز والبايبولر، ثم البايبولر جانجليون وجانجليون اوبتيك نيرف وهكذا، وكروسنج والكلام ده كله. طيب الموضوع ازاي في الاير بيكون عامل ازاي يعني؟ بص يا سيدي، انت عندك الاورجن اوف كورتي، خلاص بازلر ميمبرين بيطلع هير سيلز، الهير سيلز بتطلع ستيريو سيليا معموله على تكتوريال ميمبرين. مين اللي كونكتد اكتر بالافرنت نيرف اللي هو الكوكليار نيرف العصب الثامن، الانر ولا الاوتر هير سيلز؟ الانر هير سيلز، الانر هير سيلز، هنفترض ان دي الانر، فكونكتد مع ايه؟ مع الكوكليار نيرف. معنى كان الاوتر مش كونكتد؟ لا كونكتد برضه، بس دي اكتر يعني، فاهم؟ تمام. فالانر هير سيلز هتروح للكوكليار نيرف، هتروح لمين؟ للكوكليار نيرف. بس قبل ما تروح للكوكليار نيرف، في سيل اسمها باي بولر سيل بتستلم من الهير سيلز. الهير سيلز دي تعتبر الريسبتور، ذا فيرست اوردر نيورون بعد الريسبتور اللي هو بعد الهير سيلز، الفيرست اوردر نيورون الباي بولر سيل، اسمها ايه؟ باي بولر سيل. عند جانجليون كده بتتفق معاها يعني الهير سيلز اهي، دي هير سيلز، بعديها باي بولر سيل، بيتفقوا هنا عند جانجليون، بيتنقل الامبلس عند جانجليون، اسمها سبايرال جانجليون. سبايرال ليه؟ لان الكوكليا دي كلها قاعده ملفوفه قوانين نفسها، ماشي؟ يبقى اول حاجه هير سيلز، دي ريسبتور، ريسبتور، ثم مين؟ باي بولر، دي فيرست اوردر نيورو، ثم الباي بولر تودي لمين؟ للكوكليار نيرف. الكوكليار نيرف هو اللي يحصل فيه ايه؟ اكشن بوتنشال، لان هنا جريدد بوتنشال عادي او جنريتد بوتنشال، وهنا برضو جريدد بوتنشال او جنريتد بوتنشال عادي. ثم الكوكليار نيرف هو اللي يحصل فيه ايه؟ هو اول واحد يحصل فيه الاكشن بوتنشال. عاوزك بقى تفضل تقارن بينه وبين الفيجن، لان الفيجن كان اول اكشن بوتنشال بيحصل فين؟ في الجانجليون سيل. ليه؟ لان الجانجليون سيل هي اللي بتكون الاوبتيك نيرف اصلا، لكن هنا الكوكليار نيرف موجود عادي، ما فيش حاجه مكوناه، يعني الكوكليار نيرف مش ناتج من الباي بولر زي ما الجانجليون كانت مكونه الاوبتيك، لا هنا الكوكليار موجود عادي، افرنت اسمه كوكليار عادي. المهم بعد كده الكوكليار نيرف بيعمل ايه؟ بيروح بعد كده للكوكليار نيوكليوس في المضله. كوكليار نيوكليوس فين؟ في المضله. كوكليار نيوكليوس دي بايلاترال ريبريزنتد، مهمه جدا الموضوع ده. بايلاترال ريبريزنتد يعني ايه؟ يعني
الكوكليير نيوكليس بتروح يمين وشمال، الناحيه اللي هي مثلا في الناحيه اليمين بتروح يمين وشمال، والناحيه دي بتروح يمين وشمال. فده مهم في الليجن لما نيجي ناخد ليجن، يعني زي بالظبط الفيجن. يعني كان الماكيولا كانت ايه بايلاترال ريبريزنتد برضه. طيب بعدين الكوكليير نيرف يروح للكوكليير نيوكليس في المضله. بعدين بقى يعني قبل ما بعد كده يعني في عندي حاجات جوه المضله اللي هو التربيزويد بادي والكلام ده كله. انا يهمني بس حاجه واحده اللي هو الانفيريور كوليكولوس. انفيريور ايه؟ كوليكولوس. لان السوبيريور كوليكولوس تبع ايه؟ تبع الفيجن. الانفيريور كوليكولوس تبع الهيرنج. مهمه الحته دي. بتتسال اناتومي بقى، تتسال فيسيولوجي، بتتسال اناتومي اكتر في النيورو اناتومي يعني. بعدين الثيرد اوردر نيورون الميدل الميديال جينيكليت بادي. بتفكرك بحاجه؟ اه اللاترال جينيكليت بادي كان بتاع الفيجن. يبقى نقارن بين الفيجن والهيرنج. الفيجن كان الفيرست اوردر نيورون باي بولر، وهنا الفيرست اوردر نيورون باي بولر برضه، بس هنا كان ريسبتور رودز وكونز، لكن هنا ريسبتور ايه؟ هير سيلز. طيب السكند اوردر نيورون هناك كان كان مين؟ بعد ال بعد الباي بولر كان الجانجليون سيل. هنا مين السكند اوردر نيورون؟ الكوكليير نيوكليوس. طيب الثيرد اوردر نيورون هناك كان مين؟ اللاترال جينيكليت بادي. هنا الثيرد اوردر نيورون الميديال جينيكليت بادي. بعد كده الميديال جينيكليت بادي هتوديني الى الكورتكس نفسه. الكورتكس ده اللي هو اوديتوري كورتكس. هناك كان 17 و18 و19. 17 ليه علاقه بالفيجن انها بتشوف لكن ما بتعرفش الاشياء، و18 و19 كانت الاسوسيشن اللي هي بتعرفني المينينج بتاع الشيء وتسمي الشيء. هنا عندي 41 و42 و22. التقسيمه دي تبع مين؟ برودمان. برودمان قسم لي المخ الى 50 جزء. 41 و42 بيسمعوا، 22 تفرق الاصوات عن بعضها. تمام؟ 41 و42 يسمع بس لكن ما يفهمش معنى الكلام، لكن 22 يفهم معنى الكلام. فاكر الكلام ده كان الاسوسيشن اريا بتاعتها لما تتلغي يبقى في افيزيا والكلام ده في الهاير برين فانكشن. فخلاص الكلام ده مش هنخوض فيه تاني. اللي عاوزك تعرفه بس الفرق بين 41 و42 و22. 41 و42 ايه؟ بتسمع، لكن 22 بتميز الصوت، او يعني تعرف ده صوت مين، تدي معنى للكلمات، سمعت الكلمه تفهم معناها وهكذا. ففي جدول كده عندك في الكتاب انا مش عاوزك تحفظه، انت عارف بقى خلاص لما حاجه تسمع بس عن فرق لما حاجه ايه؟ تكون اسوسيشن. الحاجه اللي بتسمع دي بتحدد الفريكوانسي، بتحدد الموداليتي، بتحدد اللوكاليتي، الكلام ده كله عادي خالص. لكن 22 تحدد معنى الكلمه واسم الكلمه، ولو في شخص مثلا بيكلمك في التليفون وهو مش مسجل رقم او حاجه تعرف الشخص ده صوت مين، ده كله تبع ايه؟ 22. فبرضه 22 اسوسيشن اريا عادي لو اتلغت او ما بقتش موجوده هتعمل لك ايه؟ اجنوزيا. اجنوزيا بس اوديتري بقى، ما بقتش عارف تميز الاشياء. خلاص مش عاوزك تحفظ اكتر من كده. يبقى الباسوي يتسمع تاني، اول حاجه الريسبتورز هير سيلز، بعد كده فيرست اوردر نيورون باي بولر، السكند اوردر نيورون بنروح للكوكليير نيوكليس في المضله، الثيرد اوردر نيورون ميديال جينيكليت بادي. امال ايه الانفيريور كوليكولس وايه الكلام اللي هو التربيزويد بادي وكده؟ ده بينفع بقى في الريفلكسات. يعني لو تفتكر في شابتر السي ان اس، يا شابتر السي ان اس كان في عندي اسمه ده باسوي، كان اسمه تكتو سباينال باسوي. كان التكتو سباينال باسوي ده فيه لاترال وميديال. فاللاترال كان ليه علاقه بالفيجن، والميديال ليه علاقه بالاوديتوري. ده كان بيعمل ايه؟ بيخليك تلف راسك ان ريسبونس تو ستيمولس. الستيمولس ده لو فيجوال هتلف راسك باللاترال تكتو سباينال، ولو اوديتوري هتلف راسك بالميديال تكتو سباينال. دي كلها حاجات بترجع بقى للانفيريور كوليكولس والسوبيريور كوليكولس وكده. فالسوبيريور كوليكولس والانفيريور كوليكولس ينفعوا في الريفلكسات، لكن الحاجات اللي هي حد بيكلمك وانت بتسمعه كده يعني دي كلها بتمشي ايه؟ عادي خالص زي ما احنا اتفقنا. كوكليير نيوكليس، بعد كوكليير نيوكليس ميديال جينيكليت بادي، والميديال جينيكليت بادي بيودي ليه؟ الكورتكس اللي هو 41 42 تسمع، و22 ايه؟ تفهم. خلاص كده؟ تمام. بعدين بقى في عنوان عندك في الكتاب كده، ازاي المخ بيعرف يميز الصوت. الكلام ده مش مهم خالص ولا تسال فيه. بص الاوديتوري باسوي تسال فيه، والفيجوال باسوي برضه تسال فيه. الفريكوينسي والانتنستي والكلام اللي في السبوره كان هنا ده ما تسالش فيه، وبرده اللي انا هقوله دلوقتي لا تسال فيه، بس هنشرحه. ازاي المخ بيفهم الصوت؟ بيقول لك عندي نظريه اسمها هيلم هولتس ثيوري. بتفكرك بحاجه دي؟ اه. بتفكرك بمين؟ بالكالر فيجن، اللي هو انت بتشوف الالوان ازاي يعني. هيلم هولتس ثيوري ده بيقول لك ايه؟ بيقول لك نظريه عبيطه قوي يعني. مش احنا عرفنا ان البازلر ممبرين، بازلر ممبرين
ات ذا بيز. بص بازلر بيز على اسمه يسمع مين؟ هاي فريكوانسي، اللي هو مين هاي فريكوانسي؟ صوت البنات. وعند الايبكس يسمع مين؟ لو فريكوانسي، اللي هو صوت الولاد. فبكل بساطه لو البيز هو اللي اتحرك، البيز بتاع البازلر ممبرين عليه مين؟ البازلر ممبرين ده عليه مين؟ عليه الهيرسلز. يعني الهيرسلز اللي على البازلر ممبرين، البيز بتاع اللي هو ناحيه البيز، لو اتحركت ودت الكوكليار نيرف، الكوكليار نيرفين اللي الاوديتوري كورتكس، يفهم ان الصوت ده هاي فريكونس. ليه؟ لانه جاي له من البيز بتاع البازلر ممبرين. ونفس الكلام لو الصوت جاي له من الايبكس يحصل ايه؟ يبقى له فريكونسي. خد بالك من حاجه، ان البيز والايبكس كلهم بيتهزوا، عشان ما اضحكش عليك، البازلر ممبرين كله بيتهز سواء هاي فريكونسي او لو فريكونسي، بس الفكره مين اكتر؟ يعني مين اتهز اكتر؟ طيب هعرف مين اتهز اكتر؟ دخل لي اكشن بوتنشال اكتر، ركز معايا، تمام؟ ما هو البتاع لما يكمل يعني الميكانيزم اوف هيرنج، البوتاسيوم بيخش جوه ايه؟ جوه الهير سيلز من الاندولينف، ينقل البتاع الى كوكلير. مين بعد كده مين اللي بيخش؟ كالسيوم بيخش بقى وينقل لي الامبلس عن طريق استالكولين او ايا كان الترانسميتر، جلوتاميت. استالكولين ايه؟ جلوتاميت بقى بينقله لي وكده. فكل ما يجي لي امبلسز اكتر من البيز يبقى معنى كده ان الصوت ده هاي فريكونسي. طب هل الايبكس ما بيديليش؟ لو هو مثلا هاي فريكونسي الايبكس ما بيردش؟ لا بيرد برده، بس بيرد بايه؟ بقليل شويه. بهيلم هولت سيري بتقول لي ان انا على حسب المكان اللي اتهز اكتر المخ بيفهم. في سيري ثانيه اسمها ايه؟ اسمها ترافلنج ويف سيري. سيري فكسانه جدا، وبيقول لك في الكلام انها ايه؟ موديفاينج للهيلم هولتز. هي هيها والله، الراجل اصلا بتاع ترافلنج ويف سيري ده ما لقاش كلام يقوله على هيلم هولتز، فراح فتاله فتيفين. قال لك ايه؟ قال لك بص يا سيدي، دلوقتي لما الصوت يجي يهز البازلر ميمبرين عند البيز، يعني هنتكلم نحن دلوقتي هاي فريكونسي فهز ايه؟ البيز. لما يهز البيز التكتوريال ميمبرين واقف كده والهير سيلز اتنت كده، فلما الهير سيلز تتني كده يحصل ايه؟ الهير سيلز تقصر، ما اتنت كده فايه؟ فقصرت، صح كده؟ تمام. طب وفي الايبكس اتنت برضه بس ما اتنتش قوي. ليه؟ لانها ما اتهزتش جامد، لان الصوت اللي جاي لي ايه؟ هاي فريكونسي. فالايبكس اتنى بس مش قوي، فقصر بس نص نص. فكده مين قصر اكتر؟ الهير سيلز اللي في البيز. فمين بقى اطول؟ الهير سيلز اللي في الايبكس. فبيقول لك ايه؟ بيقول لك الماكسيمم ديسبليسمنت بيحصل اوبوزيت للهاير هير سيلز. وانا انت فاهم حاجه والله، انا عارف ان الموضوع ده رخي. بص يا ابني، انا عندي بيز وايبكس، انا جاي لي هاي فريكونسي، مين اللي هيتهز اكتر؟ البيز. والايبكس هيتهز اه برضه هيتهز، بس مش قد كده. فمين اللي هيتهز اكتر؟ البيز. البيز لما يتهز اكتر يعمل ايه؟ يخبط في التكتوريال اكتر، فيتني اكتر، فيقصر، تمام كده؟ فبقى عندي البازلر ميمبرين اهو عنده هير سيلز قصيره وهير سيلز بتاعت الايبكس طويله شويه، تمام كده؟ فالبيز في ناحيه والايبكس في ناحيه. فيقول لك ايه؟ بيقول لك الماكسيمم ديسبليسمنت، يعني الهزه اللي بتحصل ماكسيمم بتحصل اوبوزيت للهاير هير سيلز. الهير سيلز لما تكون طويله معنى كده ما حصلهاش ماكسيمم ديسبليسمنت ولا حاجه، لان لو حصلها ماكسيمم ديسبليسمنت تتني فتقصر. فده ايه؟ ترافلنج ويف سيري. هل انت تسال في الكلام ده؟ ابدا والله يا ابني. طيب ازاي احنا بنحدد الانتنستي بتاعه الصوت؟ ازاي مخك بيحدد الانتنستي بتاعه الصوت؟ على طريق فيبر فيخنر لو. لو تفتكر فيبر فيخنر لو ده من السي ان اس، كان بيقول لك ان الانتنستي ايكوال لوج الفريكوانسي اللي بتحصل في الريسبتورز. بمعنى ان الهير سيلز لو جالها فريكوانسي 10 مرات، فال 10 مرات اللوج بتاعهم مره واحده بس، ده يؤثر في الانتنستي او هيؤثر في الاكشن بوتنشال مره واحده بس. بمعنى عشان بس لو حد يعني مش فاكر من السي ان اس، فيفر فخنر لو كان بيقول لك ان الانتنستي ايكوال لوج الايه؟ الفريكونسي اللي بتحصل في الريسبتور، اللي هو في الهير سيلز. الريسبتور بتاعتي هير سيلز، الهير سيلز لو اتهزت اكتر من الطبيعي 10 مرات، ماشي؟ فلوج ال 10 ده كام؟ واحد. واحد بس، واحد. تمام؟ فانا هيفرق معايا في الانتنستي ضعف مره واحده بس، مش 10 مرات. هيفرق معايا في الانتنستي يعني ايه؟ يعني الاكشن بوتنشال اللي هيتغير في الكوكليار نيرف هيفرق في الفريكونسي مره واحده بس، مش احنا الاكشن بوتنشال از فريكونسي موديوليتد نوت انتنستي موديوليتد. فالفريكونسي بتاعت الكوكليار نيرف هتزيد الضعف، ضعف مره واحده بس. طب لو زادت 100 مره تزيد مرتين، لو زادت 1000 مره تزيد 3 مرات. ده ليه؟ ده عشان تحمي الكوكليار نيرف، مش اي حاجه توصل للريسبتور انا انقلها زي ما هي بالظبط، لا لوج الفريكوينسي، فاهم كده؟ طيب ازاي بحدد اللوكاليتي
على نفس الكلام. الصوت جاي منين على، لا مش نفس الكلام اسف، الصوت جاي منين بالظبط على حسب قوه الصوت. بمعنى بص مش موجوده في الكتاب. بص يا سيدي، ودنك ودن حضرتك بتكولكت ساوند ويفز، اللي هي الاير بينا دي، بتكولكت ايه؟ ساوند ويفز. الساوند ويفز هي عامله زي طبق الدش، بتلم ساوند ويفز من كل حته. بس خد بالك ان انت في الشارع مثلا في ناس كتير قاعده بتتكلم، واحد بيزعق، واحد بيتخانق وبتاع، وفي واحد جنبك بيتكلم. فاللي جنبك ده الويفز بتاعته بتطلع لازق في ودانك، فالويفز بتاعته لما تطلع لازق في ودانك كده هتوصل بقوه اكتر من صوت الراجل اللي بيتخانق في الشارع وصوت الراجل اللي بيتكلم واحد جنبه كده وهكذا. فالويفز كل ما توصل اكتر من مكان معين انا بحدد اللوكاليتي عن طريق هذا المكان. يبقى الموضوع فيزيكس جدا يعني، بنشوف الصوت جاي منين اكتر وبنحدد مكان الصوت ده. تمام كده؟ تمام. اخر حاجه عاوزين نقولها قبل الليجنز او قبل الديفنس هو موضوع مهم جدا جدا جدا، ان عندي السمع بتاعي مقسوم الى اتنين روتس. اتنين روتس طريق ايه؟ انت ممكن تسمع بطريقه من اتنين، بس قبل ما نقولها يعني عشان ما تحفظهاش عاوزك تفهم معايا. انا الرسمه بتاعتي كانت ايه؟ كانت دي، ما ينفعش ارسمها زي الكدني كده، كانت دي ايه؟ كانت دي الاير بينا، ثم اوديتوري كانال، ثم في تمبانيك ممبرين هنا كده، فتمبانيك ممبرين اوسيكلز، وبعد الاوسيكلز اوفال ويندو، في الاخر بوصل لايه؟ للكوكليا. صح كده؟ تمام. الموضوع ده مهم، مهم جدا. ليه؟ عشان انا بسمع الاصوات كلها في الشارع، انا بكون قاعد هنا امي بتنادي عليا، فالصوت بيتنقل عن طريق الاير، فده بنسميه اير كوندكشن. اير كوندكشن يعني ايه؟ يعني الساوند ويفز مشيت في ميديم وسط معين، الوسط ده هو الاير. سرعه الصوت في الاير 340 متر في الثانيه. ده يهمني في حاجه؟ لا فيكس، امسحها مش مهم. المهم بالنسبه لي ان ده اتنقل عن طريق الاير، فلو الصوت منقول عن طريق الاير هيمشي الطريق الطبيعي بتاعه اللي هو تمبانيك ممبرين اوسيكلز، وبعد الاوسيكلز اوفال ويندو، وبعد الاوفال ويندو يمشي في الكوكليا، يخرج عن طريق الاوفال الراوند ويتنقل للكوكليار نيرف. الزياده تخرج يعني من الراوند وتخرج عن طريق الكوكليار نيرف. حلو كده؟ ففي ناس قالت لك ما في حركه بسيطه قوي، الكوكليا دي موجوده فين؟ مش انا يهمني الكوكليا في الاخر؟ مش الكوكليا دي هي اللي فيها الاورجان اوف كورتي، والاورجان اوف كورتي ده هو اللي فيه الانر هير سيلز اللي هي الريسبتورز بتتنقل للكوكليار نيرف. الكوكليا دي موجوده فين؟ قال لك موجوده في السكال. موجوده فين؟ في السكال، جوه السكال، جوه كده جوه السكال. قال لك طب ما خلاص، ما انا ممكن انقل الصوت عن طريق السكال. اي عظمه في السكال، هنا بقى، هنا 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 هنا، اي حاجه، اي عظمه في السكال هتوصل الصوت للكوكليا، لان الصوت عباره عن ويفز. الويفز دي عباره عن فايبريشن ويفز. يعني لو حطيت الصوت هنا مثلا، كلمت واحد عن طريق دماغه، ماشي هنفترض ايا كان، هقول لك ازاي دلوقتي. المهم لو حطيت الصوت هنا مثلا، فالصوت ده هيخبط في العظمه دي، يهزها، هينزل على تحت في هنا الساينسز اللي هو الجيوب الانفيه، هتنزل تلاقي ايه؟ الكوكليا، هتهز الانر هير سيلز بطريقه معينه وتتنقل كوكليا. بس مين احسن؟ يعني من غير ما اقول اي حاجه، مين احسن؟ اكيد الاير كوندكشن. ليه؟ ان الاير كوندكشن معدي على التمبانيك ممبرين، والتمبانيك ممبرين عدى على الاوسيكلز، والاوسيكلز عدت على الاوفال ويندو ثم الكوكليا، وحصل من التمبانيك ممبرين للاوسيكلز حصل ماجنيفيكيشن. لكن انت لو نقلته من هنا للكوكليا على طول هتقابل مين؟ هتقابل فيستيبولار اسمه ايه؟ سكالا فيستيبولاي، اللي هي فيها ميه، اللي هي البري لينف، وتقابل الريزيستنس على طول. لكن ربنا كان عامل لك سيستم حلو جدا بيكبر الصوت قبل ما يخش على الريزيستنس. عشان ايه؟ عشان لما يخش على الريزيستنس دي يقاوم الريزيستنس. فالاير كوندكشن اكيد اكيد دايما بيكون احسن من البون كوندكشن بسبب الماجنيفيكيشن. الماجنيفيكيشن حصل تاني وتالت ورابع عن طريق حاجتين، التمبانيك ممبرين حجمه اكبر من الاوفال ويندو، وتاني حاجه الاوسيكلز نفسها كبرت الصوت مره وستة من عشرة او مره وثلاثة من عشرة. ليه؟ عشان هي نفسها الميلياس اكبر من الانكس، والانكس اكبر من الستيبس. فاهم الفكره؟ طيب لو دخلنا عن طريق البون كوندكشن، بون يعني هنا مثلا، هنا هنا، الصوت هيوصل. طبعا الصوت هيوصل، بس مش هيوصل بماجنيفيكيشن. فيحصل ايه؟ هيحصل فيدنج اوت للصوت. الصوت هيخش على الميه، يواجه ريزيستنس، فالانتنسيتي بتاعته تقل، فمش هيوصل بنفس الدقه او بنفس القوه اللي كانت واصله عن طريق الاير كوندكشن. فالاير كوندكشن عن طريق السمع عادي، كلنا بنمشي بالاير كوندكشن. طب البون كوندكشن عن طريق الماستويد، العظمه اللي ورا الاير دي اسمها ايه؟ اسمها ماستويد، او عن طريق الماكسيلري، او عن طريق هنا، او عن طريق المناخير، اي عظمه في السكال. بس ما تجيليش هنا تقول لي الصوت ما بيتنقلش ليه. طيب بنعمله ازاي التيست ده؟ نعمل تانينج فورك. تانينج فورك اللي هي الشوكه الرنانه، الشوكه الرنانه دي بتفايبريت، وقلنا الصوت عباره عن فايبريشن اصلا.
فالفايبريشن ده انا بهز الشوكه واحطها على المستوي. سامع يا حاج؟ اه هيكون سامع. انت ولد بنت راجل عجوز راجل صغير هتسمع دي، هتسمع عن طريق البون كوندكشن. بس مين احسن؟ الاير كوندكشن. فالراجل لما بنحط التانينج فورك هنا كده يقول لك خلاص ما بقتش سامع، حطها قدام ودانه بالاير كوندكشن هيكون لسه سامع. ليه؟ لان هنا ما حصلش ماجنيفيكيشن قبل الريزيستنس، فالريزيستنس قضت على الصوت قبل ما الصوت الحقيقي يخلص، لكن هنا لا، في ماجنيفيكيشن، فالصوت الحقيقي لسه شغال والصوت اللي واصل لودانك برضه لسه شغال، لان ربنا عمل ماجنيفيكيشن يعوض الريزيستنس. فاهم حاجه؟ طيب كده خلصنا، باقي لي بس اخر حاجه قبل الهيرنج امبيرمنت او الهيرنج لوس، هو الادفانتجز بتاعه التمبانيك ممبرين. كنا قلناها هنقولها تاني وتالت، ان هو الاستيك مرن بيتحرك، ان هو بيتحرك بنفس القوه اللي جايه له من فايبريشن، ولا بيزود ولا بيقلل، وعنده حاجه اسمها دامبنج فورس. دامبنج يعني ستوبنج، اول ما الصوت يقف التمبانيك ممبرين يبطل رنة. يعني ربنا مش عامل لي ممبرين يفضل يتهز عمال على بطال، انا بطلت صوت وهو يفضل يتهز بعد الصوت كمان ما يخلص، لا كده ساعتها مش هنسمع بعض، كده ساعتها هيحصل جاب او يعني هيحصل مشكله في ان انا بكلمك وانت بتسمع بعدها بكتير، او الصوت بيفضل لسه مكمل في ودانك بعد ما انا بخلص. ده ما بيحصلش، انا بخلص كلام انت ايه بتخلص سمع. نفس الموضوع بالظبط. تمام كده؟ تمام خلاص، دي اخر سبوره في الهيرنج. باقي سبوره واحده كمان اللي هي الكيميكال سنسز دي بتاعه التيست، وخلاص يعني نكون خلصنا. الهيرنج لوس يفرق عن الديفنس. الديفنس انت بقيتش سامع خالص. هيرنج لوس او هيرنج امبيرمنت يعني ضعف السمع، يعني دي حاجه مهمه. هيرنج لوس ما فقدش السمع، لا ضعف السمع، وهيرنج امبيرمنت برضو. لكن هيرنج ديفنس، ديفنس يعني ما بقاش بيسمع خالص. اوكي تمام. ممكن يحصل هيرنج لوس امتى؟ خلاص قلنا هيرنج لوس ده يعني ايه ضعف سمع. انا عندي الاير بتتكون من ثلاث اجزاء، اكسترنال وميدل وانر. بس يا سيدي اي مشكله في دول ممكن تعمل ايه هيرنج لوس. نبدا بالاكسترنال. الاكسترنال اللي هي من اول فين؟ من اول الاير بينا لحد ايه، لحد التمبانيك ممبرين. يعني اير بينا والاوديتوري كانال والتمبانيك ممبرين. بكل بساطه يعني انت ممكن حضرتك يطلع لك هنا حبايه او حاجه في الاكسترنال، في الاكسترنال اير يعني، او في الاير بينا. الحبايه دي ممكن تسد شويه ايه الاكسترنال اوديتوري كانال، فلو سدت الاكسترنال اوديتوري كانال شويه ممكن تاثر على السمع، لان مهم ان الصوت يتنقل كده. تمام، بتسد الباث واي يعني، او بتسد مجرى ايه مجرى السمع. بس مش حبايه بقى، ممكن نقول كانسر مثلا، وفي ناس ممكن يطلع لها ايه ورم في الاكسترنال اير. او ممكن نقول حاجه اسمها اكزوستوزيس. اكزوستوزيس دي انا مش هقول كل الكلام اللي موجود في الكتاب عشان كتير عليكم صراحه. اكزوستوزيس بس اقول لكم حاجات مهمه يعني. اكزوستوزيس دي بنشوفها كتير، اللي هو الطفل او الولد طفل. ليه؟ عشان غالبا بيكون هو صغير، وبعدين لما بيكبر بيعملوا عمليه يعني. هو بيكون عنده زوايد عظميه كده في ودانه من هنا كده. الزوايد العظميه دي بتلاقيها طالعه كده زياده، لو طولت يعني او بقت كتير زياده عن اللزوم ممكن تقفل برضو ايه الاكسترنال اوديتوري كانال. في حاجه مهمه بقى فكك من الكانسر والاكزوستوزيس وكده، الواكس، الشمع نفسه. ممكن الشمع لما يكون كتير قوي في ودانك يسد ايه؟ يسد ودانك وما تكونش عارف تسمع. رحت مره لدكتور اي ان تي وكان بص في ودانك بيقول لي يا ابني انت سامع بيها كويس، ده فيها شمع كتير وبتاع. انا مش متضايق من حاجه يا عم الحاج، ولا عمري اتضايقت من سمع ولا اي حاجه. فهو كان شايف ان الواكس كتير لدرجه ان هو ممكن ايه يسد البتاع. هو لما نضف له وداني عادي يعني ما فرقتش. بس هو كان عندهم في الاي ان تي حاجه مهمه جدا موضوع الواكس ده، انهم بيشوفوه كتير. او ممكن العيال الصغيره اللي بيشوفوا كتير يعني فورين بودي، العيال الصغيره دخلت جنيه في ودانها او دخلت دبوس في ودانها، ما خرمش طبله الودن بس سد ايه المجرى بتاع السمع. بس فورين بودي ده غالبا بيكون جنيه يعني، غالبا العيال بتدخل جنيه كده في ودان. طيب الميدل اير، الميدل اير اللي هي عباره عن ايه؟ عباره عن الاوسيكلز وبعد الاوسيكلز ايه الاوفال ويندو والاوستيكن تيوب. ما ننساش الاوستيكن تيوب مهمه جدا، لان الميدل اير يعني لما اجي اكلمك عن الميدل اير اكتب لي اوستيكن تيوب اول حاجه. قول لي ممكن يكون في انفلاميشن في الاوستيكن تيوب لدرجه انها اتسدت، فلما تتسد بتعمل لي ايه؟ بتعمل لي ميدل اير انفلاميشن، او بنسميها ايه بقى؟ اوتايتس ميديا. اوتو دي يعني ودن، اير، وايتس دي يعني التهاب، وميديا يعني التهاب، التهاب ايتس دي يعني التهاب، وير يعني الاذن
او اوتو دي يعني الاذن، التهاب في الاذن الوسطى، ده كومن جدا. طب ودي هتكون اسمها اوتيتس اكسترنا، تمام كده. اوتيتس ميديا ده كومن جدا، بيجي كتير جدا للاطفال الصغيرين عشان حاجتين، حاجه من الاتنين يعني، يا اما الاوستيكيان تيوب اتقفلت لان الاطفال بيجي لهم برد كتير، يا اما ادينويد. ادينويد دي اللحميه، اللحميه دي بتكون في البوستيريور فارينكس. انا قلت لك الرسمه اللي هي الساجيتال سيكشن ده بيكون دي مناخير راجل، وبعدين ده بقه، وبعدين هنا ده النيزل كافيتي، بعدين ده الاورال كافيتي، وفي الاخر كله بيودي على فين؟ على الفارينكس. مين نازل عليا من الفارينكس؟ نازل عليا من الفارينكس هو الاوستيكين تيوب. فممكن يكون في هنا في الفارينكس، في البوستيريور وول بتاع الفارينكس، في ادينويد. ادينويد دي اللي هي اللحميه، جزء زياده كده من كتر الانفلاميشن طلع في الفارينكس. فاللحميه دي كومن جدا في الاطفال انها بتسد ايه؟ الاوستيكين تيوب، تمام كده. هيجي لك الراجل ودانه بتوجعه، وهيجي لك مدروخ كده شويه وما بيسمعش كويس. كان عندنا في الاي ان تي في حاجه اسمها نيزل اوبستراكشن، مناخيره مسدوده. فكنت بقول للدكتور هل من اعراض ان الواحد مناخيره مسدوده ان ودانه توجعه؟ قال لي لو الراجل مناخيره مسدوده هيجي لك بودانه مش هيجي لك بمناخيره. وده فعلا اللي حصل معايا. انا كنت بشتكي من وانا في سنه ثانيه، بشتكي ان وداني بتوجعني وبدوخ كتير وبتاع. طلع المشكله كلها فين؟ في مناخيري، ان انا عندي حساسيه في مناخيري وجعالي وداني. فده كومن كوز جدا موضوع السكن تيوب ان هو اتقفل، او الادينويد ده في الاطفال في الميدل اير. ممكن ايه تاني يحصل؟ الاوسيكلز نفسها ممكن يكون فيها مرض ما بتتحركش، يعني الاوسيكلز المفروض تعمل فايبريشن بعد التمبانيك ميمبرين، في مرض بيعمل نشفان او تصلب في الاوسيكلز دي، الجوينتس ما بتتحركش، بنسميها ايه؟ بنسميها اوستيو سكليروزس. سكليروزس يعني تصلب، واوستيو يعني تصلب في العظم. بتاع مين؟ بتاع الاوسيكلز اللي هم الميليس والانتسوستيس، مش بيتحركوا. وغالبا ده بيكون كونجينيتال، او موستلي يعني بيكون كونجينيتال، او ممكن يكون بسبب انتي بوديز ولا حاجه، بس موستلي بيكون كونجينيتال. الاطفال بيتولدوا بيها، او الست وهي حامل دخلناها في الاي ان تي، الست وهي حامل بيجي لها مرض كده، بتعمل ايه؟ يعني السمع بتاعها بيبوظ شويه. طيب الانر اير ممكن يحصل فيها ايه؟ ممكن يحصل ان الكوكليا نفسها تبوظ، الكوكليا اللي هي القوقعه، وبنسمع عن ناس كتيرة جدا عاوزه زرع قوقعه، بس دي بتكون كونجينيتال، موستلي بتكون كونجينيتال، يعني اتولدوا من غير ما القوقعه تكون موجوده، او موجوده بس بايظه، الهير سيلز فيها مش شغاله. وقال لك انك لازم قبل ما تقرر تعمل العمليه تشوف الكوكليار نيرف نفسه شغال ولا مش شغال، لان الكوكليار نيرف ممكن يكون بايظ، ساعتها لو زرعت له قوقعه برضه مفيش فايده. او ممكن يكون بقى ايه؟ واحد اتخبط مثلا في ودان ولا حاجه، او نزيف مثلا نزل، يعني بص ممكن حد يعمل حادثه، فالحادثه دي تكسر له البيز بتاعت السكال. انت المفروض خدت الكلام ده في الاناتومي، ان البيز بتاعت السكال تحتيها على طول الانر اير. فالبيز بتاعت السكال دي لو عملت فراكشر هتنزل لي سي اس اف اللي هو سيربو سباينال فلويد على الانر اير، هتبوظ لي الكوكليا برضه، ممكن تبوظ بسبب كده. وسبب مرض برضه مشهور قوي اسمه منير ديسيز. منير ديسيز ده عباره عن فيروس، الفيروس ده بيخش يضرب الانر اير، ازاي مش عارفين، يعني انون ايتيولوجي، مش عارفين ازاي بالظبط بيبوظ الانر اير، بس هو كومن جدا ان هو بيجي في الشباب من 20 ل 40 سنه كده المنير ديسيز ده، وبرده بيؤدي ان هو الراجل بيدوخ وما بيكونش سامع كويس. الراجل بيجي لك مش سامع ولا بيجي لك دايخ؟ بيجي لك دايخ، لان الدوخه هي الاهم بالنسبه للشخص ده. مش عايزك تعرف اي حاجه تاني، اي حاجه موجوده في الكتاب فكك منها، ما عدا بس الميسلز. الميسلز اللي هي الحصبه الالماني، ولا دي الحصبه البلدي؟ الروبيلا الحصبه الالماني تقريبا، الميسلز دي الحصبه الالماني. الحصبه دي بتيجي للستات الحوامل كتير قوي، او الستات الحوامل بيكونوا عرضه ان هم يجي لهم الميسلز. الميسلز ده فيروس يعني، فلازم تكون واخده تطعيم وقت الحمل عشان ما يجيلهاش ميسلز. لو جالها ميسلز بتولد عيل الانر اير بتاعته بايظه، وبنسمي الميسلز اوتو يعني ود توكسيك. اوتو توكسيك يعني بتبوظ الودن خالص، فالعيل بتولد فعلا ما بيسمعش يعني. بس دلوقتي ما فيش حد بيجي له ميسلز، لان الستات كلهم بيطعموا يعني الحمد لله. عاوزين نقول حاجه تاني؟ فاكس. ممكن بقى البرين نفسه يحصل فيه ليجن، البرين نفسه ممكن يحصل فيه ليجن فيبوظ الاوديتوري كورتكس. يحصل فيه ليجن ازاي؟ سيريبرال هيموريدج، تروما مثلا، جالك تيومر، تيومر اللي هو كانسر يعني، ورم يعني سرطان ولا حاجه. ممكن يجي لك ابليبسي، ابليبسي ده اللي هو الصرع، الناس اللي عندها ابليبسي بيجي لها تشنجات وبيكون في مشكله عندهم في كل الفانكشنز يعني. تمام.
كفايه كده مش هتتسال قوي يعني في موضوع الكوزز بتاعت الهيرنج لوس، بس هتتسال في اللي انا لسه هقوله دلوقتي ده، هتتسال فيه جدا بقى، ان احنا ازاي بن ايفالويت الهيرنج بتاع حضرتك. بن ايفالويته بثلاث حاجات او بثلاث حاجات مع بعض يعني. اول حاجه ريني تيست، ده حفظ بقى الكلام ده، ريني تيست. تاني حاجه فيبر تيست، اسمه فيبر مش ويبر تيست. تالت حاجة اوديوميتر. مهم جدا الكلام ده. بص يعمل حاجة، انت بتروح لدكتور الاي ان تي تقول له انا وداني بتوجعني. انهي ودان يا عم الحاج؟ يقول لك الودان دي مثلا. هقول لك كلام سيستميك واقول لك كلام الفكرة. تقول الودان اليمين بتوجعني. هو بيعمل ايه؟ اول حاجة يعني بيعملها، بيجيب التانينج فورك اللي هو البتاعة دي الشوكة الرنانة دي، ويرنها ويعمل ايه؟ يحطها هنا، يحطها هنا كده عند السكال بيز كده، هو عاوز يشغل ايه؟ البوني كوندكشن. قلت لك احطها السكال بيز عند السكال، اي عظمه في السكال، هنا 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 كده، بس غالبا بيحطها هنا. تمام. هنا بيختبر ايه؟ البوني كوندكشن. المفروض ان السكال بتاعت حضرتك، السكال بتاعت حضرتك كده فيها ودن يمين وودن شمال، فانا حطيت مصدر الصوت كده، هيدخل عن طريق البون كده وكده، فالمفروض ان الصوت يروح ايكوالي في الودنين. لو ودنك سليمه يروح ايكوالي في الودنين، فيقول لك انت سامع في انهي ودن احسن. والله لو انت سامع في الودنين كويس يبقى انت سليم، انت ودنك بتوجعك لسبب تاني هنبقى نشوفه بعدين. لو انت ودنك بتوجعك هنا، دي مين؟ ده الليفت ولا ده الرايت؟ ده الرايت، ده الرايت وده ايه؟ الليفت. قال لك، قلت له انا سامع هنا احسن، سامع في الودن اليمين احسن. ركز، انت جاي له بتشتكي من ايه؟ من ودنك اليمين انها بتوجعك، وسامع في الودن اليمين احسن. ازاي انت شاكك في الودن اليمين وسامع فيها احسن؟ المشكله فين يا سيدي؟ المشكله انك عندك كوندكتيف هيرنج لوس. يعني ايه كوندكتيف هيرنج لوس؟ يعني اي حاجه بتوصل الصوت من بره لجوه اسمه كوندكتيف، يعني توصيلي، كوندكشن يعني توصيل. اي حاجه بتوصل الصوت من بره لجوه فيها مشكله. من بره لجوه ده اللي هو فين؟ يا اما اكسترنال اير يا اما ميدل اير، فيها مشكله. فلما بقى فيها مشكله ايه اللي حصل؟ ان ما بقتش سامع اي نويز من بره، او يعني النويز اللي بره بقت قليله. ليه؟ الدوشه اللي بره ما بقتش سامعها كويس لانك عندك كوندكتيف هيرنج لوس، فبقى الصوت ده مركز اكتر على الرايت اير. طب الليفت اير مالها؟ الليفت اير سليمه، الكوندكتيف شغال والبوني شغال. الكوندكتيف ده دوشه، دوشه جايه لك من بره، اير كوندكشن، ناس قاعده بتتكلم حواليك ولا حاجه، بس انت في العاده ما فيش ناس بتتكلم، بس يعني في صوت، في ويفز، في اي بتنجان حواليك جاي لك من بره، وجاي لك صوت ايه؟ من جوه. فالاتنين مع بعض بيبقوا تمام، يعني سامع هنا، بس سامع هنا احسن. ليه؟ لان هنا لاغي الكوندكشن، لاغي الاير، لاغي الدوشه اللي بره، فبقى الصوت مركز هنا. فبيقول لك ايه؟ بيقول لك ان فيبر تيست، ده اسمه فيبر تيست، لما نحط التانينج فورك هنا وتسمع في الودن اللي بتشتكي منها، تسمع في الودن اللي بتشتكي منها، تسمع احسن يعني في الودن اللي بتشتكي منها، يبقى انت عندك كوندكتيف هيرنج لوس. طيب لو انت قلت له ان انا سامع في الودن دي احسن، يعني انت جاي تشتكي من ودنك اليمين انها بتوجعك او مش سامع فيها كويس، وقلت له انك سامع في الليفت اير احسن، فالمشكله فين هنا؟ المشكله ان الرايت اير دي فيها سنسوري هيرنج لوس. يعني ايه سنسوري هيرنج لوس؟ يعني الكوكليار نيرف نفسه فيه مشكله. مركز معايا في الموضوع ده كويس. تاني، انت جاي تشتكي من ودنك اليمين انها بتوجعك، الراجل عامل لك فيبر تيست، حطه هنا. المفروض لو انت نورمال تسمع في الاثنين زي بعض، بس انت مش نورمال، سامع في مين احسن يا ابني؟ هتقول لي سامع في اليمين احسن، مع انها هي اللي بتوجعك. يبقى المشكله فين؟ كوندكتيف هيرنج لوس، اي حاجه بره انت مش سامعها كويس، فالصوت اللي جوه ده تركز اكتر وبقيت سامعه اكتر. فالمشكله انك عندك مشكله يا اما في الاكسترنال اير يا اما في الميدل اير، ودي مشكله عبيطه، ممكن يطلع واكس، ممكن يطلع استيكن تيوب، موستلي بيكون استيكن تيوب. طيب لو انت جاي تشتكي من اليمين وودنك الشمال هي اللي سمعت احسن، يبقى انت عندك مشكله فين؟ في ان البون كوندكشن مش شغال كويس. يعني انت فاهم، انت بتشتكي من اليمين ومش سامع من اليمين كويس، فالبون كوندكشن مش شغال كويس. البون ده نزل على مين؟ على الكوكليا، والكوكليا بتودي على الاورجن اوف كورتي، هير سيلز بتودي على كوكليا نيرف، يبقى مشكله غالبا سنسوري نيورال هيرنج لوس. يعني سنسوري يعني الكوكليا نيرف ده سنسوري نيرف قفل، ونيورال لانه نيرف، سنسوري نيورال هيرنج لوس. فهمت حاجه؟ تمام. بعدين عمك الحاج بيعمل ايه عشان يتاكد اكتر؟ يعني بيجيب التانينج فورك تاني ويقول لك انت بيرنها وبيحطها على البون اللي هي الماستوي بتاعت الرايت اير.
يقول لك ايه سامع؟ تقول له اه سامع. هيقول لك لما الصوت يقف قول لي، هتقول له الصوت وقف خلاص ما بقتش سامع، هيجيبها هنا، هيجيبها قدام ودنك، فبيختبر ايه الاير كوندكشن. المفروض طبيعي انك بعد ما البون كوندكشن يخلص تفضل سامع بالاير كوندكشن، لان الاير كوندكشن فيه ايه ماجنيفيكيشن. فلو هو جابها من هنا لهنا قلت له اه انا لسه سامع، يبقى الودن دي ايه نورمال، الاير كوندكشن حلو احسن من البون كوندكشن. بس لو الاير كوندكشن عندك وحش هتعمل ايه؟ هتقول لا ما بقتش سامع، يبقى البون ايكوال الاير كوندكشن، فانت بقى عندك مشكله. فالرينيتست تاكيدي للفيبر تيست. تمام، الكلام موجود في الكلام عندك بصيغه تانية خالص. بيقول لك ايه في كتاب الريني تيست؟ بنجيب التانينج فورك تحطها على البون اللي هي الماستويد. لو هتقول للراجل لما الصوت يقف قول لي، فالصوت وقف هتجيبها قدام الودن كده، بتختبر الاير كوندكشن. نورمالي المفروض يسمع، يفضل لسه مكمل سامع. لو ما بقاش سامع يبقى عنده مشكله في الاير كوندكشن، نسميها بوزيتيف، سوري نسميها نيجاتيف ريني تيست. يبقى نيجاتيف رينيتست ايكوال ان الراجل ده عنده البون كوندكشن بي سي ده، يعني البون كوندكشن احسن من الاير كوندكشن، لدرجه ان هو سمع من البون وجي عند الاير ما سمعش. ده اسمه ايه؟ نيجاتيف رينيتست. خلاص كده يبقى الراجل العيان اسمه نيجاتيف. الله يكرمك عشان دي اللي بتلخبطني. الراجل السليم يبقى اسمه بوزيتيف رينيتست، عشان دي بتلخبطني جدا. رينيتست هو التست اللي في الطب، هو الرومبرج، ان البوزيتيف، لا مش الرومبرج، لا لا سوري في تيست تاني. المهم في ان البوزيتيف يكون نورمال، ماشي، بوزيتيف ريني يكون ايه؟ يكون نورمال. لكن نيجاتيف ريني البون كوندكشن عنده احسن من الاير كوندكشن. طب فيبر، فيبر تحط التانينج فورك هنا في اي حته في السكال وتقول له سامع فين احسن، لو هو سامع في ودن معينه احسن يبقى حاجه من اتنين. خلاص فكك بقى الكلام، هقول لك كلام في الكتاب، كلام في الكتاب مش موجود بنفس السيستمه بتاعتي. هو انت حطيت البتاع هنا، مش بيقول لك يعني بيشتكي من ودني يمين ولا شمال ولا اي حاجه، جاي لك كده عيان وخلاص. فحطيت الفيبر، الفيبر قال لك سامع هنا احسن، ففي احتمال من اتنين، سامع هنا احسن، في احتمال من اتنين ان الودن دي اللي انت سامع فيها احسن دي عندها كوندكتيف هيرنج لوس، يعني الدوشه متكنسله واي حاجه كوندكتيف ملغيه، فهو سامع هنا احسن. يا اما الودن دي، الودن الشمال عندها سنسوري نيورال هيرنج لوس. فاهم حاجه؟ تمام. فانت لو كنت قلت لك الكلام كده ما كنتش هتفهم اي بتنجان، فعشان كده مشيته لك بالسيناريو الطبيعي اللي بيحصل في العيادات فعلا. وده حصل فعلا مع واحد صاحبي، راح الدكتور الاي ان تي قال له ودني دي بتوجعني، فراح عمل له فيبر تيست. فالراجل قال له ايه؟ ودني دي بتوجع، يعني ودني دي بتوجعني، حلو؟ فعمل له فيبر تيست، قال له سامع فين احسن؟ قال له سامع في الشمال. الراجل شك في السنسور نيورال هيرنج لوس في ودنه اليمين. الراجل قلق جدا وقلق صاحبي وقال له انت كده شكلك ايه، العصب الثامن بايظ ولا حاجه، روح اعمل لي اوديوميتر. هو ده بقى ايه الاوديوميتر؟ الاوديوميتر ده بتاع ايه؟ الاوديوميتر ده عباره عن انك بتروح جهاز كده بتركب سماعات وبيشغله صوت بفريكوينسي معينه. الصوت ده بتقول لك اول ما تسمع الصوت تشاور او تقول اي حاجه، وبتسجل عندها يطلع لك كيرف كده. الكيرف ده بيحدد الاير كوندكشن والبون كوندكشن. المفروض نورمالي الاير كوندكشن دايما اعلى من البون كوندكشن، دايما الاير نورمالي، نورمالي الاير كوندكشن اعلى من البون كوندكشن. ليه؟ عشان بيحصل ماجنيفيكيشن. فالراجل ده بيفضل يقول له سامع اه سامع، سامع اه سامع، سامع اه سامع، وايه ويحدد نقط كده ويرسم كيرف. بيعمل ايه؟ كل مره بيغير الفريكوانسي. لو جه في وقت قال له مش سامع فبينزل الكيرف لتحت كده شويه وبيعلي ايه؟ بيعلي الديسيبل، بيعلي الانتنستي بتاعه الصوت، وبيطلع له في الاخر التست يشوف الاير كوندكشن احسن ولا البون كوندكشن احسن. نورمالي الاير كوندكشن المفروض يكون احسن. واي تفاصيل اكتر من كده عليك بقى في الاي ان تي. فهمت التستين دول مهمين جدا؟ ان الرينيتس ايه الفرق بين الرينيه والفيبر؟ عندك مقارنه في الكتاب ممكن تتسال فيها في الامتحان. الفرق بين الريني والفيبر ان الريني بيختبر البون كوندكشن احسن ولا الاير كوندكشن في الودن الواحده، لكن الفيبر بيشوف الودنين، فالودن اللي سامع فيها احسن حاجه من اتنين، يا اما الودن اللي سامع فيها احسن دي عندها كوندكتيف هيرنج لوس، يا اما الودن الثانيه عندها سنسور نيورال هيرنج لوس. طب الاوديوميتر ده جهاز بتقعد عليه بيسمعك بفريكونسيز معينه وبترد عليه تقول له انا سامع ولا مش سامع. لو جيت في وقت تقول له انا مش سامع بيزود الانتنستي، فيشوف انت بتسمع بصوت بانتنستي قوه قد ايه. الانتنستي اللي هو ايه؟ 10 20 ديسيبل. الكلام ده كله قلنا ان من 10 ل 20 ديسيبل زدنا ايه؟ زدنا 10. من 10 20 30 كل 10 ديسيبل بتزيد بتزود 10 تايمز في الانتنستي. يعني كنا بادئين 10 ديسيبل ايكوال 1 انتنستي، 20 ديسيبل 10 انتنستي، 30 ديسيبل
100 انتنست، فاهم؟ كل مره بتزود 10 تايمز وزاد قصاد 10 مرات ايه بتاع، يعني 10 20 30 قصادها 10 100 الف، فاهم الفكره؟ كده ايه، خلصنا الاير الحمد لله، وصلنا لاخر سبوره في شابتر السبيشال سينسز. الشابتر على فكره مطولش، يعني كتوتال تايم انا كنت قايل في الاول ان انا اعملهم من 8 ل 9 فيديوهات، بس انا ضغطت الفيديوهات وطولت مدتها، لكن التوتال تايم هتلاقوه على فكره 8 ساعات ونص ولا حاجه. فالشابتر مطولش والله، وانا كنت بحاول اشرح كل حاجه بالتفصيل عشان في حاجات فعلا محدش بيشرحها خالص وبتكبر وانت مش فاهمها، ومحدش بيشرحها لك كمان لما تكبر. فيا رب تكون فهمت اي حاجه. يعني السبوره دي سهله جدا ومش بيتسال فيها كتير، واي ريكومند انك تصور السبوره تاخدها سكرين شوت يعني وتذاكر منها، بدل ما تذاكر الخمس صفحات الموجودين في الكتاب فذاكر من السبوره وخلاص. تمام، السبوره ملخصه في خمس صفحات. اول حاجه التيست سنسيشن. التيست سنسيشن هو الاحساس بالطعم، انك لما بتدوق حاجه بتحس بطعمها. الريسبتورز بتاعه التيست موجوده فين؟ موجوده في البلت اللي هو سقف البق، وموجوده في الفارنكس، بس دول مش مهمين خالص. الفارنكس اللي هو لسه شرحه لك، بس دول مش مهمين خالص. اهم حاجه في التنج نفسها اللي هو اللسان. اللسان نفسها فيها تيست بادز، اسمها تيست بادز مش تيست ريسبتورز. ليه بادز؟ دي حاجه هيستولوجيكال جدا، لانها بتتكون من حاجات طالعه كده وحواليها سبورتنج سيل في شكل بادز، فاهم؟ بادز يعني برعم يعني. تمام، عندي في الابر سيرفيس بتاع التنج واللاترال سيرفيس بتاع التنج في بابيلي، والبابيلي دي فيها تيست بادز. كلام هيستولوجي بحت يعني، ولا تسال فيه في الفسيولوجي قوي يعني. بابيلي يعني حاجات عامله كده كده، بابيلي اوكي. ففي الابر سيرفيس حتى لو جيت تحط ايدك على لسانك هتلاقيها خشنه، ها كده خشنه، فدي بابيلي. اللي في الابر سيرفيس دي اسمها فانجي فورم بابيلي، شكلها فانجي فورم هيستولوجيكال. واللاترال سيرفيس اوف ذا تانج او ده دول لاترال فولييت بابيلي. لكن في حاجه اسمها في لاين اوف ذا تانج. في لاين يعني ايه؟ اللسان عباره عن تريانجولار شيب كده. التريانجولار شيب ده في جزء فيه بيكون في سنسيشن، وجزء اللي ورا الباك اوف ذا تانج ما بيكونش فيه سنسيشن. عارف لما تسمع ان في حد بلع لسانه؟ الشخص اللي بلع لسانه ده يعني البيز اوف ذا تانج قفل الفارنكس، فسد مجرى ايه؟ التنفس. لو حد مغمى عليه بيحصل ريلاكسيشن في البيز اوف ذا تانج، فالبيز اوف ذا تانج بيرجع لورا فيسد مجرى التنفس. فالبيز اوف ذا تانج ده ما فيهوش تيست بادز. فاللي فاصل بين التانج اللي فيها تيست بادز والتانج اللي هو البيز اللي ما فيهاش تيست بادز حاجه اسمها في لاين. لاين في شكل في شيب كده عامل كده. تمام، فالفي لاين نفسه في تيست بادز، والتيست بادز بتاعته سيركم فيليت. يبقى احنا عندنا ثلاث انواع من البابيلي، واحده فانجي فورم، واحده فوليت، واحده سيركم فيليت. هل الفي لاين بيحس بالتيست سنسيشن؟ اه بيحس بالتذوق فعلا، لكن وراه ما حدش بيحس. طيب انا ممكن احس بايه؟ بطعم حاجه سويتي. سويتي يعني شوجري، حاجه مسكره يعني. ودي بتحصل في التيب اوف ذا تانج، ده طرف اللسان. عشان كده الامهات لما بتيجي تدوق الحاجه وهي صايمه في رمضان بتحطها على طرف لسانها كده، فتحس الحاجه دي حادقه ولا دلع. دلع ده يعني ما فيهاش ملح كتير يعني. فبتحطها على ايه؟ على طرف لسانها كده. بس الحقيقه ان السولت سنسيشن بيكون في الدرسم. بص الدرسم ورا التبع، ده التب ورا الدرسم على طول. ده حلال ولا حرام في رمضان؟ اه يعني عادي، انها طالما ما بلعتش الحاجه عادي يعني، هي بتدوق بس كده طعمها وبعدين بتفها تاني. في مشايخ اتسالوا فيها كتير. المهم بالنسبه لي السنسيشن اللي هو الطعم يعني بيتحس فين وازاي. السويت اللي هو الشوجري سنسيشن بيتحس في التيب اوف ذا تانج عن طريق اوبننج بتاع الصوديوم او كلوجر البوتاسيوم. دي مش معناها صوديوم بوتاسيوم بمب، دي معناها اوبننج الصوديوم او كلوجر ايه؟ البوتاسيوم. ماشي كده، تقفل تفتح بوابات صوديوم، تدخل صوديوم يعني، او تقفل بوابات ايه؟ البوتاسيوم. كله بدي بولاريزيشن يعني. طب والسولت سنسيشن اللي هو الحاجه الحادقه تحسها عند الدورسوم اوف ذا تانج، ودي عن طريق زياده ايه؟ الصوديوم، تفتح بوابات صوديوم بس يعني. طيب والبيتر سنسيشن، البيتر سنسيشن ده هو الطعم بتاع الحاجه اللي هي ايه؟ كربوهيدراتس يعني، اللي هو مش حاجه مسكره بس عارف طعم الكيكه، مش شوجري بس طعمه ايه؟ بيتر سنسيشن. بتحسه فين؟ في الباك اوف ذا تانج يعني، ورا التانج شويه بس مش في البيز. ماشي، ورا في التانج من ورا يعني.
دي بيتعمل ازاي؟ عن طريق الانيسيتول ترايفوسفيت. انيسيتول ترايفوسفيت ده سكند ماسنجر بيفتح الكالسيوم ايه تشانل. هو ده الكلام اللي عاوزك تعرفه بس يعني. طيب السور سنسيشن، سور ده اللي هو الحاجه الايه بقى، الحاجه المززه حرفيا. السور ده اللي هو الحاجه المززه، اللي هو الليمون مثلا او الخل، ده سور سنسيشن. ده بتحس بيه ازاي؟ عن طريق بتحس بيه في الايدج اللي هو اللاترال، اللاترال بتاع الطن، وعن طريق دخول الهيدروجين او انك تقفل ايه البوتاسيوم. خلاص كده الكلام ده حفظ للاسف يعني. ممكن تتسال فيه، ما اتسالتش فيه خالص وانا في سنه تانية، ولا في الام سي كيو ولا في الفاينل، ولا شفت حد اتسال فيه يعني. بس يعني لو حب، لو حد حب يرخم عليك ممكن يسالك فيه. السويت سنسيشن في التب، بص احفظهم كده وبعدين افضل ارجع. سويت، سولت، بيتر، سور، وافضل من اول تب، بعدين دورسم، بعدين باك، بعدين ايدج. خلصت كله ارجع ايه للايدج لاتر. بعدين بدات ازاي؟ صوديوم فتحتها او قفلت بوتاسيوم، اللي تحتها دي كانت فتحت صوديوم بس، اللي بعدها انزيتول ترايفوسفيت فتحت كالسيوم، اللي بعدها ان انا فتحت هيدروجين وقفلت ايه بوتاسيوم. دخلت هيدروجين وقفلت بوتاسيوم. الهيدروجين اتش بوزيتيف ده اللي هو الاسيديتي يعني، والليمون والخل دول فيهم ايه اسيدز فعلا احماض. طيب الباس واي بتاع التيست سنسيشن ازاي؟ بكل بساطه التيست بادز، التيست بادز دي الريسبتورز، الريسبتورز بتنقل للباي بولر سيل. الباي بولر سيل بتروح لنيرف السابع، لو انا بتكلم على الانتيريور تو ثيرد بتاع التنج يعني. التنج دي بتتقسم جزئين، انتيريور تو ثيرد وبوستيريور ايه بوستيريور ثيرد. ماشي، فكك من البيز، الجزء اللي بيحس نفسه انتيريور تو ثيرد وبوستيريور ثيرد، اول تلتين وتاني تلت يعني. اول تلتين ده اللي بيحس بيها بالتيست سنسيشن بتاع العصب السابع اللي هو الفيشيال، والبوستيريور ثيرد بيكون العاشر اللي هو الفيجاس. تمام كده، بعدين السابع والعاشر بيودوا على حاجه اسمها تراكتس سوليتيريوس. تراكتس سوليتيريوس دي نيوكليس، خدتها اكيد في النيورو اناتومي، بتحس بالتيست سنسيشن. وبعدين تراكتس سوليتيريوس بتروح للفي بي ام ان اللي موجود في الثالاموس. في بي ام ان اللي هو فنتيرو بوسترو ميديا نيوكليس، كان كله بيروح في بي ال ان، ما عدا الفي بي ام ان ده اللي كان مين بيروح له تراجيمينال لو تفتكر، وده برده بيروح للفي بي ام ان. كده خلصنا ايه التيست سنسيشن، مش عاوز منك فيه اكتر من كده، ويا ريت تصور السبوره دي وتذاكر منها وخلاص. طب السميل سنسيشن، السميل سنسيشن هو الشم، رائحه حاسه الشم نفسها. حاسه الشم دي عشان تشم حاجه معينه لازم تكون الحاجه دي ووتر سيلبل، بتدوب في ميه، ولازم تكون فولاتايل اويل. فولاتايل حاجه متطايره. لو حد في صيدله او يعرف حد ليه اخ او اخت يعني، او يعرف حد في صيدله، هيقول لك ان عندهم الفولاتايل اويلز دي بيذاكروها يعني لوحدها، معناها انها حاجه بتطلع ريحه. معروف اي فولاتايل اويل بيطلع ريحه. اي زيت تاني مش فولاتايل يعني ايه فولاتايل؟ متطاير. فولاتايل يعني بيتطاير، يعني ملوش ريحه. الالكهول اللي هو الكحول ده ليه ريحه لانه فولاتايل. البنزين ليه ريحه عشان فولاتايل. اي زيت او اي سائل فولاتايل يبقى ايه ليه ريحه. ففولاتايل و ووتر سيلبل، لازم يكون فولاتايل و ووتر سيلبل. وهنا هقول لك حاجه كنت قلتها تقريبا في سنه اولى، ان الكابسايسين اللي هو ده زيت، كابسايسين ده زيت الشطه. زيت الشطه ده انت بتشم ريحته يعني، في ريحه للشطه، فنظرا انك بتشم ريحته فهو ووتر سيلبل وفولاتايل. ووتر سيلبل بيدوب في ميه. فحضرتك لما تاكل حاجه مشطشطه وتحس انك محرحر جامد، بتشرب ميه. لما تشرب ميه ال اسمه ايه ده، الزيت ووتر سيلبل بيدوب في الميه، فكده انت بتزود الطعم او طعم الشطه اكتر، فانت بتحس بيه اكتر. انا عارف ان انا بتكلم على السميلنج ودلوقتي بتكلم على التيست، بس يعني بربطهم ببعض. ان هو فولاتايل ووتر سيلبل ليه ريحه، لما بتيجي تدوقه بتشرب ميه. ده غلط جدا، لان الميه هتزود السيرفيس اريا بتاعه الشطه وهتخليك مشطشط اكتر يعني. المفروض انك تاكل حاجه تخلي الطعم ده يروح بيها يعني. اوكي طيب، خلينا في السميلنج. انت لما بتشم ريحه برفيوم، ريحه البرفيوم دي بتفضل في مناخيرك شويه. ليه بتفضل في مناخيرك شويه؟ لان الريسبتورز بتاعه السميلنج بتكون لسه عامله يعني، لسه ايه، لسه بتعمل ادابتيشن للريحه دي. فعشان الريحه دي تروح من دماغك او ما تشمهاش، لازم تشم ريحه ثانيه. فده بيحصل عند الراجل بتاع البرفانات. لو انت تروح تشتري برفان وبيشممك يعني انواع كتيره، فانت بتلاقي نفسك خلاص مناخيرك يعني شم الروائح كلها زي بعضها نتيجه الادابتيشن. هو بيشممك ايه؟ بن. ليه بيسممك بن؟ عشان حاجه تفصل ريحه، تشم ريحه مختلفه يعني، وتبدا ايه تشتغل من اول وجديد. هو الريسبتور بيكون اهو، بيجي له ريحه
وتشمها. هي عشان هو ووتر سيلبل، عشان تشم ريحه جديده لازم الريحه القديمه دي تروح. تروح ازاي؟ ان يحصل ايه؟ يحصل ووشنج للريحه القديمه. يحصل ووشنج ازاي؟ يا اما تستنى شويه، يا اما تشم ريحه ايه مختلفه خالص، اللي هو فاصله عن الريحه التانيه. ماشي. طيب انت بتشغل الريسبتورز ازاي؟ بتشغلها عن طريق الادينايل سايكليز. ايه سي ده؟ الادينايل سايكليز، لكن كنا خدناها في الاير ايه؟ اير كوندكشن. واير كوندكشن وبوم كوندكشن اللي هو بي سي واي سي، ده اختصارات صح. وقلنا نورمالي الاير كوندكشن احسن من البون كوندكشن. فهنا ادينايل سايكليز بيفتح كام؟ سي اي ام بي سكند ماسنجر، فبيفتح الصوديوم. لكن خد بالك ان هنا انزوتيول تراي فوسفيت بيفتح كالسيوم، فخد بالك ان ده تيست وده سميت. مش عاوزك تعرف اي حاجه في الامراض الموجوده غير الانوزميا، عشان هتكبر ويتقال قدامك كلمه انوزميا دي ومش هتفتكرها. فالانوزميا معناها لوس اوف سميل سنسيشن، لوس اوف سميل سنسيشن اللي بنسميها بالعربي الزكام. يعني الراجل ما بقاش بيشم كويس، يا اما ما بيشمش كويس يا اما ما بيشمش خالص. يعني هما الاثنين بيتقال عليهم ايه؟ انوزميا. دي مشكله، مشكله في الناس اللي عندها الرجي، حساسيه في مناخيرها، انها الريسبتورز بتاعت الشم بتبوظ، او ممكن بسبب البخاخات. لو حد بياخد بخاخه كورتيزون او حاجه، انا باخد بخاخه، الشم، حاسه الشم بتضيق. والدكتور قال لي يعني ان بعد كام سنه كده حاسه الشم عندك هتضيق. بس الحمد لله عندي كويسه لغايه دلوقتي. يعني المهم الباث واي بتاع السميلنج بيروح فين؟ ال اسمه ايه ده؟ الاولفاكتوري نيرف. فاكرين الاولفاكتوري نيرف ده العصب الاول كده، اولفاكتوري كده ايه؟ اوبتيك. فالعصب الاول الاولفاكتوري نيرف بياخد السنسيشنز من الريسبتورز اللي هي باي بولر سيل، ودي برضو فيرست اوردر نيورون، بيوديها على مكان من اتنين، يا اما لا مش مكان من اتنين، بيوديها على مكانين، بيوديها على الهايبوثالاموس والليمبك سيستم، وده بينفع جدا في الحاجات الايموشنال والحاجات السكشوال. عشان كده دايما الناس لما تيجي تعمل اعلانات صابون او اعلانات بيرفيوم او اعلانات اي حاجه ليها ريحه، بيربط لك دايما الموضوع بالجاذبيه العاطفيه، يعني ان اتنين بيتشدوا لبعض بناء على ريحتهم كده. الموضوع ده فعلا صح، لان الاولفاكتوري نيرف بيروح على الليمبك سيستم فعلا. والليمبك سيستم لو تفتكر من هاير برين فانكشن، كان موتور، من الموتور ان هو كان مسؤول عن الايموشنز والسيكشوال بيهيفير. ففي اتنين ممكن يحبوا بعض عن طريق الريحه، ده فعلا صح. رقم اتنين يعني بيروح للهايبوثالامس، ده اساسي. رقم اتنين بيروح للاميجدالويد. الاميجدالا ده جزء في الليمبك سيستم، بيفاير او بيشتغل بقوه جدا في الايموشنز برضه. بس هنا مش عاوز يقول لك عن موضوع الايموشن، بيقول لك عن طريق ان احنا ممكن نستخدم السميلنج في التعلم، لان الاميجدالا لقوا انها بتشارك في الليرنينج. فلو انت بتتعلم بتذاكر حاجه وجنبك ريحه كويسه، غالبا استرجاع المعلومه بينتج عن الريحه دي. وقلت لك في الهاير برين فانكشن، افتكر موضوع ساره، مسلسل ساره، كان الدكتور حسن، دكتور حسن قال لمامتها ايه؟ هاتي الريحه اللي هي بتحب، كانت بتحب تشمها وهي صغيره، فجابت الريحه، وبيجيبوا بقى انها بتفتكر فعلا وبتاع. فالريحه ليها علاقه بالليرنينج والميموري، فبتروح ده في الاميجدولود، او ممكن تروح للدورسو ميديال ثلاميك ايه؟ نيوكليوس. يبقى ممكن يبقى هي كده كده اساسي بتروح للهايبوثالاموس والليمبك سيستم، وبعدين ممكن تروح مكان من اتنين، يعني ده اساسي. وهنا بتروح مكان من اتنين، اميجدلا عشان الليرنينج، او دورسو ميديال ثلاميك عشان الميموري بقى، عشان تفتكر الحاجه دي حصلت امتى وازاي وكده. تمام. طيب بيحصل ادابتيشن للسميلنج ازاي؟ يعني ايه ادابتيشن للسميلنج؟ يعني حضرتك بتكون قاعد في المدرج وريحه وحشه جدا في المدرج، بس انت خلاص اتعودت على الريحه دي. اي حد بيخش من بره بيشم ريحه وحشه جدا، يقول لك يا ابني انت عايش هنا زي، لك هتقول له ما انا اتعودت. بلاش حد يخش من بره، انت نفسك اقرب وادخل تاني، هتلاقي ريحه وحشه جدا، مش هتصدق انت ازاي كنت قاعد في المكان المعفن ده. فليه ده بيحصل؟ بسبب حاجه من اتنين، او الحاجتين مع بعض يعني. الريسبتورز نفسها بيحصل لها ادابتيشن، واحنا كنا اتكلمنا على الموضوع ده قبل كده، ان الريسبتورز ازاي تحصل ادابتيشن، يعني تعمل الادابتيشن ازاي؟ انها ما بتعملش ريسبونس للاستيمولس بنفس القوه. خلاص اتعودت على الموضوع وبدات تقفل نفسها طالما هو ايه؟ سستيند ستيمولس وذ كونستانت ثريشولد او كونستانت انتنستي، يعني هو نفس الريحه موجوده على طول، ولا بتزيد ولا بتقل، فانا ايه؟ هفضل عامل ادابتيشن. لكن لو في ريحه زادت زياده عن اللزوم شويه او حاجه فجاه يعني، فانت هتشمها. لكن الادابتيشن لازم يكون ايه؟ يكون كونتينوس وكونستانت ايه؟ انتنستي. او ممكن حاجه اسمها كورتيكو فيوجل ادابتيشن. كورتيكو جاي من كورتكس، فيوجل يعني العكس. كورتيكو فيوجل ادابتيشن يعني الكورتكس نفسه بيبعت يقول للريسبتورز ما تبعتليش الريحه دي تاني.
بس دي نظريه يعني، مش متاكدين منها، ان الكورتكس نفسه بيبعت امبلسز للريسبتورز بيعمل نيجاتيف فيدباك انهيبيشن. نيجاتيف فيدباك انهيبيشن يعني ايه؟ يعني انا شميت الريحه مره فالافكت بتاع السميلنج ده منع السورس اللي هو مين؟ اللي هو الريحه، مصدر الريحه نفسها. تمام كده؟ برضه مش عاوزك تعرف اكتر من